عسلامة ومرحبا بكم. الحدث من البارح سياسي بامتياز، مقترح رئيس الجمهورية الخاص بحكومة وحدة وطنية بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، موقف المنظمتين من المقترح هذا وأيضا موقف الأحزاب نشوفوه الليلة في برنامج في أسبوع في جزئيه. يسعدنا وأن نرحب بضيوف الجزء الأول إلى جانب سي سفيان طوبيل رئيس كتلة نداء تونس، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. سي سمير الشافي الأمين العام مساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. سي هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، أهلا وسهلا بك. وكالعادة نوردين المباركي محلل البرنامج، أهلا وسهلا بك نوردين. طبعا إلى جانب مجموعة من الفقرات اللي تعودتوا بها كل أسبوع في برنامجنا، خلينا نبدأ على بركة الله في فقراتنا. والفقرة الأولى زابينج الأسبوع مع سيرين بالقاسم وفاتن بن صيب ملك. مرحبا بكم في زابينج الجمعة 3 جوان 2016. نبدأ مع الهاشمي الحامدي وما نحكي لكمش على الشو في شارع الحبيب بورقيبة. لأن عانينا في عهد الظالم بورقيبة، عانينا التعذيب وعانينا الدكتاتورية وعانينا الظلم وعانينا التمييز. أرجوكم نحمد ربي على ثورة 17 ديسمبر. يا سي الهاشمي، مش أنت اللي قلت هكا؟ الشعب التونسي كله يحس أنه يفتقد كما قال البيان الرئاسي، بيان ناطق رسمي باسم الرئيس، ابن تونس البار زعيمنا ورئيسنا السابق الحبيب بورقيبة رحمه الله رحمة واسعة. يا جماعة يا أخي، برنامج الاتجاه المعاكس موجود في التلفزة التونسية. والله يعني أقول على جوفتي تفكي قلت لي توا ما شو دخلوا فهم. خلينا نحكوا في موضوعنا، أنت خرجت بينا على موضوعنا. يا وحتى في مصر فما الاتجاه المعاكس زيدا. أفضل يا جماعة، اسمع. في البرلمان الألماني هجوم على زعيمة الكتلة البرلمانية لليسار الألماني، لكن المرة هذه بالجاتو. نمشي مع كافون وحكيته مع البيجي قايد السبسي ونيدا تونس. طبعا ما حابش البيجي، أنا من الناس نحبه شيخ علي، راجل كبير مكركب بكيس سبعاني من مشينوش تزاود عاد شكون يدفع أكثر، الشق الأول ولا الشق الثاني. ونختم بغنية الموسم. حبيب وهب حبيبي، وهب حبيبي، حبيب وهب حبيبي. كان هذا زابينج الجمعة هذه، استنونا الجمعة الجاية. إذن كما قلت في بداية الحصة باش نحكيه على المقترح اللي أعلنوا البارح رئيس الجمهورية باجي قايد السبسي في حوار حصري على الوطنية الأولى مع زميلنا إلياس الغربي. مقترح حكومة وحدة وطنية، قال وجوبا يجب أن يشارك فيها اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف. باش نشوفوا موقف المنظمتين من هذا المقترح، ولو أنه من البارح ومنذ الإعلان عن هذا المقترح سيل من ردود الأفعال سواء من الأحزاب من عدة مسؤولين. نشوفوا الليلة المسؤولين الحاضرين معنا في البلاتو يكون موقفهم ونحكي أكثر على المبادرة هذه، ولكن خلينا نقدموا لها بتقرير مع زميلتنا سيرين بالقاسم ونبدأ نحكي فيها. حكومة وحدة وطنية تضم الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وأحزاب الائتلاف الحاكم والمستقلي، هو ما أعلن عليه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في حوار لي على القناة الوطنية الأولى، واللي أكد زادا أن المقترح هذا هو مقترح الأغلبية وما يراش مانع في تشكيل الحكومة هذه. وقال زادا أنه على مسافة واحدة من الأحزاب الكل، باعتبار أنه سمع مقترحات الجميع وأنه فما شبه إجماع على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأكد من جهة أخرى أنه رئيس الحكومة الحبيب السيد ينجم يقود الحكومة هذه، وأضاف أنه قيادة حكومة الوحدة الوطنية ينجم يقوم بها الحبيب السيد وإلا غيره من اللي يتم الاتفاق عليه. ومن بين أولويات حكومة وحدة وطنية حسب الباجي قايد السبسي مقاومة الإرهاب، محاربة الفساد، ترسيخ الديمقراطية والتمشي الديمقراطي، حل أزمة البطالة وفرض دولة القانون. وقبل الحوار اللي أجراه رئيس الجمهورية تحدث الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي على المبادرة هذه،
وقال إنه الاتحاد طرف اجتماعي رئيسي في البلاد ومعني بالدعوات هذه، لكن قبل المشاركة من الضروري معرفة محتوى المبادرة والتشخيص اللي انبنت عليه. وقال من جهة أخرى إنه الاتحاد يدعم إرساء وحدة وطنية تحظى بأكبر إجماع وتوافق ممكنين، إلا أنه ما يراش نفسه من ضمن المشاركين فيها. مبادرة قايد السبسي حظت بردود أفعال من طرف العديد، كما رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الريحي اللي قال إنه يساند أي مبادرة يقدمها السبسي باعتباره رئيس منتخب، لكن يشترط إنه تكون بديل يقدم نتائج أفضل من الحكومة الحالية. وأضاف أنه من الأفضل الاتفاق على هدنة اجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وتشكيل حكومة وحدة وطنية ضمن الأحزاب اللي شاركت في الانتخابات وعندها حضور في البرلمان. من جهة مدير مكتب رئيس حركة النهضه رشد الغنوشي زبير الشهودي قال أنه رئيس الحركة مش باش يعطي أي تصريح إلا بعد سلسلة من الاجتماعات. ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر دعا بدوره الحكومة وحدة وطنية بمشاركة اتحاد الشغل. إذن خلينا نبدأ حديثنا بما أنه رئيس الجمهورية اعتبر وأنه مشاركة الاتحاد عام تونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ضرورية في هذه الحكومة. خلينا نشوف موقف المنظمتين. نبدأ معك سي سمير، موقفكم أولا من هذه المبادرة، خاصة بعد اللقاء اللي جمع ظهر اليوم رئيس الجمهورية بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي. يعني دعني أقول في البداية بأن هذه الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية جاءت نتاج وعي وأدراك عميقين بأن البلاد تعيش وضع استثنائي وصعوبات كبيرة وتحديات أكبر على جميع الأصعدة، لعل من أبرزها الوضع الأمني، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، مسألة الحسم النهائي في المنوال التنموي الذي يجب التوافق في شأنه وإقراره حتى يصار إلى الشروع في تنفيذه والقطع مع مخالفات المرحلة السابقة وانتظارات الناس كبيرة وكبيرة جدا. نعتقد وأنه هذا الشعور بحجم هذه المشكلات ولد لدى رئاسة الجمهورية هذه الفكرة التي نعتقد نحن كاتحاد عام تونسي للشغل من الأهمية بمكان أن يقع التداول في الرؤى والمشاريع والأفكار التي تروم معالجة مشكلات البلاد في اتجاه القطع مع الأسلوب المطمئن جدا والثقافة والعقلية المحافظة والمطمئنة والتي تريد أن تصور حتى الإخفاقات بمثابة نجاحات. نعتقد من هذه الزاوية نحن نساند التفكير في ما ينفع البلاد في علاقة بإعادة النظر في طريقة تسيير الحكومة وخاصة البرامج والآليات. ومن ثم فنحن كما عبر عن ذلك الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نحن كما كنا سابقا شركاء مع كل الخيرين من بنات وأبناء هذا الوطن في كل المبادرات وفي كل المشاريع والبرامج التي تستهدف حماية تونس والنهوض بتونس وخدمة الناس والقضايا المعلقة منذ الثورة. ولعل مسألة التشغيل ومسألة التنمية ومسألة محاربة الفساد وترسيخ قيم الديمقراطية ودولة المؤسسات من القضايا المركزية التي يجب التفاعل معها. ولكن دعني أقول بأن هذه الدعوة التي نعتبرها إيجابية، ولكن نحن نعتقد وأن الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة وطنية اجتماعية وليست حزبا، نحن قلنا مرارا وتكرارا وقبل هذه الدعوة بأننا لسنا معنيين بالتنافس على الحكم أو لنا الرغبة في المشاركة في إدارة الحكم، وهذا ليس تنصلا من المسؤولية الوطنية بل هو عين الالتزام الوطني على اعتبار وأن إدارة الشأن العام لا يقتصر على الوزراء والولاة والسفراء، وإنما هناك منظومة كاملة ومتكاملة
فيها ما هو مرتبط بالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والقضائية والمجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل الذي يروم أن يكون قوة اقتراح بالبرامج والتصورات والحلول في علاقة بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، ولكن يريد أن يحافظ على مسافة كبيرة حتى نحافظ على استقلال قرارنا النقابي من ناحية، وعلى قدرتنا على الحفاظ على التوازن الاجتماعي والوطني متى شعرنا بأن ولكن هناك ولكن رئيس الجمهورية وقت طرح المبادرة ربط نجاحها أو فشلها بمشاركة المنظمتين. يعني سيد رئيس الجمهورية من حقه أن يقترح، وهذا معناها في إطار الدولة الديمقراطية والتقاليد الديمقراطية التي يجب أن تترسخ في تونس، ومن حق الآخرين سواء كانوا منظمات أو أحزاب أو جمعيات أن يتفاعلوا بما يضمن النجاعة الفكرة التي الهدف منها خدمة البلاد والقطع مع السلبيات. وهنا في الاتحاد العام التونسي للشغل هذه أفكار مبدئية وأولية، لأننا نحتاج إلى الاطلاع عن كثب وعن قرب لمضامين هذه المبادرة واستهدافاتها، وأن يقع طرحها على مستوى مؤسسات الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبارها المرجع الرئيسي في صياغة القرار النقابي. يعني سمحني سؤال أخير قبل ما نمشي لسي هشام، يعني ممكن وأن تغيروا موقفكم بعد ما تطلعوا على تفاصيل المبادرة هذه، خاصة بعد اللقاء اللي صار اليوم بين كما قلت قبيلة سي حسين العباسي وسي باجي قاد السبسي؟ يعني في مسألة المشاركة المباشرة في الحكم هناك موقف مبدئي ثابت لا محيد عنه، ممكن تكون في مشاركة غير مباشرة، ولكن الموقف الإيجابي في التعاطي مع هذه الفكرة وهذا المشروع اللي يهدف إلى إعادة النظر في تركيبة الحكومة وفي مدى قدرة الحكومة على الانسجام فيما بينها، وأن تكون أكثر فاعلية وتنطلق من فهم حقيقي للمشكلات ومن إدراك لصعوبة هذه المشكلات والتوصل إلى حلول متفق في شأنها وطريقة تجاوز هذه الحلول. نحن على استعداد بأن نكون إيجابيين في التفاعل عبر المقترحات وعبر الحلول التي نعتقد وأن لنا قدر كبير في هذا المجال. ما جاوبتنيش تنجر سي هشام. احنا في الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية تلقينا بكل جدية وكل إيجابية المبادرة اللي قدمها سيد رئيس الجمهورية، واستمعنا كذلك للتقييم الدقيق اللي قدمه سيد رئيس الجمهورية في بخصوص الوضع العام في البلاد، الوضع الأمني، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، وخاصة الإشكاليات اللي هي من عندها انعكاسات سلبية جدا على مستقبل البلاد، مثل اللي صاير في قطاع النفط وقطاع الغاز وقطاع الفوسفات واللي صار في عدة أماكن، والضرورية اتخاذ إجراءات استثنائية معناها وقرارات استثنائية. وكان وقتها تكلم على الفكرة هذه بتاع تكوين حكومة وحدة وطنية. احنا في الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية مع كل ما هو توافق وكل ما هو وحدة وطنية من أجل مستقبل البلاد، معناها باش نكونوا إيجابيين وإحنا إيجابيين وباش ناخذوا المسؤولية بتاعنا كما كنا معناها في الموعد في الفترات اللي تعداوا، وخاصة بعد الثورة والإشكاليات اللي عاشتهم تونس والمشاكل اللي عايشينهم توا، معناها فيما يخص التشغيل، فيما يخص نسبة النمو اللي ضعيفة برشا، فيما يخص نقص الاستثمار، معناها باش نكونوا موجودين وباش نساهموا في كل ما هو يمشي منفعه البلاد. فيما يخص المشاركه ولا لا في الحكومه هذه باش نطرحوها على المكتب التنفيذي نتاعنا نتاع الاتحاد الصناعي والتجاره. وقتاش ينعقد هو سي هشام؟ والله باش نقروه، باش نتحدث انا والرئيسه وباش نقروه في اقرب وقت، نجتمعوا المكتب التنفيذي باش نكونوا طرف احنا بالمبادره وباش نساهموا وباش نعطيوا افكارنا وباش نقولوا معناها في الحدث معناها في المسؤوليه. يبقى الطريقه كيفاش احنا نشوفوا اكثر برامج
معنا ماذا بينا شنو محتوى المبادره هذيا، يعني تفاصيل المبادره كما قال سي سمير. لا ولا يلزم على الاقل رئيس فريق زاد، معناها خاطر باش تجي مبادره يلزم معناها واحد شكون باش يتراس الفريق الحكومي، يعني رئيس الحكومه. تحكي على رئيس الحكومه المقترح. أي المقترح ينجم يكون سي الحبيب كما قال السيد الرئيس، أو يبقى نحبوا نفهموا شنو هي الرؤيه وشنو هو الاتجاه وشنو هي شنو هو البرامج. خاطر احنا مثلا في اتحاد الصناعه والتجاره اقترحنا اعلان حاله طوارئ اقتصادي اللي الحكومه ياخو معناها سلطه اكثر من اللي عنده توا، معناها كل ما هو معناها يدمر الاقتصاد ويضر البلاد الحكومه تاخو قرارات تنجم حتى مجلس النواب الشعبي يعطيها معناها نفوذ باش ياخو معناها اجراءات اللي هي استثنائيه في وضع استثنائي للحفاظ على البلاد وعلى الشأن الاجتماعي وشأن الاقتصادي والشأن الأمني. هذا هو معناها أول حاجة برامج. سي سمير سؤال نعاود نطرحه عليك أنت زادة، بما أنكم زوز الأطراف اللي اشترت إلى جانب أحزاب الائتلاف وحتى الأحزاب المستقلة، قالوا أنه معناها بمشاركتكم تنجح الحكومة أو تفشل. احنا إن شاء الله نساهموا في نجاح الحكومة اللي باش تجي كما نساهموا توا في البرامج وفي التفاعل مع الحكومه مع الوزراء ومع المسؤولين في الدوله، معناها باش نقوموا بالواجب نتاعنا باش نكونوا قايمين بالمسؤوليه نتاعنا. الطريقه يلزمنا نتفاهموا فيها خاطر مازلنا ما بديناش نتحدثوا في المحتوى هذايا نتاع المبادره وكيفاش باش تصير وشكون باش يقودها وكيفاش باش تصير العمليه. خاطر احنا بيدنا عندنا راهو خارطه طريق وعندنا برامج وعندنا رؤيه، عندنا رؤيه لتونس احنا باش نقدموا الافكار نتاعنا ونقدموا المقترحات نتاعنا ونقدموا البرامج نتاعنا. سي زوفين، اذا مبادره اعلنها البارح رئيس الجمهوريه، كما كنت تسمع في مواقف المنظمتين شنو نجموا نضيفوا عليهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللي نضيفوه على اللي لاحظوه اللي في المنظمتين كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعه التقليديه، انه ما كالعاده ما فماش هروب من لعب الدور الوطني نتاعهم، وهذا تاريخيا المنظمتين هذوما الوطنيتين يلعبوا الدور الوطني اولا بمسانده الفكره ساعه نتاع انها في حكومه واحده وطنيه. علاش حكومه واحده وطنيه؟ الناس الكل اليوم فما اجماع وادراك بان البلاد اليوم تعيش ازمه على المستوى الامني الاقتصادي الاجتماعي، اليوم فما ازمه ما نغطيوش العين الشمس بالغربال باش نقولوا ما فماش ازمه. الناس الكل تقول اليوم الوضع صعيب، لكن انت طرحت السؤال نتاع المشاركه نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل ولا الاتحاد الصناعه والتجاره والصناعه التقليديه في هذه الحكومه. بالنسبه للاتحاد الصناعه والتجاره مازالوا باش ينظروا في هياكل المنظمه، لكن بالنسبه لاتحاد الشغل راهو زاد المشاركه ماهيش مشاركه باشخاص باوبليغاسيون تكون باشخاص في هذه الحكومه الوحده الوطنيه. الاهم هي البرامج، الاهم كي الاتحاد العام التونسي للشغل كي يساهم في اعداد البرنامج نتاع الحكومه هذه لحكومه انقاذ ولا حكومه باش نحاولوا ننقذوا بها اليوم، هذه يعتبر مشاركه. معناها المشاركه راهي ماهيش كان بالاشخاص او حتى بالاشخاص، نجم تكون باشخاص غير مباشر المشاركه نتاعهم، ماهيش باطارات من الاتحاد العام التونسي للشغل. اللي يحب يلعب اللي يحب يلعب دوره الاجتماعي ويحافظ على الرمزيه هذه. لكن احنا زيد نحب نذكر لو حتى السيد باجي قيسبسي كي جبد هذه حتى في الحوارات اللي قام بها مع العديد الاحزاب الوطنيه ولا مع العديد من الشخصيات الوطنيه، حب يذكر زاد جبد اللغه ان تونس اليوم تذكرنا في فتره ما بعد الاستقلال. معناها انه الناس كل تعرف الدور الوطني اللي قام به اتحاد الشغل واللي قام به المنظمات الوطنيه في بناء الدوله، وهذه اليوم يذكرنا بنفس الفترة هذه. يقول لك اليوم يلزم الناس الكل تحط ايدها في يد بعضها للمساهمة في انقاذ البلاد من الوضعية. يلزم نعترفوا راهو ناقوس الخطر ضرب، فما ناس تقول لك توا ماهوش وقته ماهوش وقته، راهو اذا باش عمال النهار تزيد، فما احصائيات فما ارقام. اذا اليوم في تونس ما نكونوش فما برنامج متفق عليه الناس الكل، اهم حاجه هو البرنامج، والسيد الرئيس اعطاه في برنامج، هو حتى عمليه الحوار نتاعو البارح كان منظم، قام بتشخيص الوضع شنو هي اهم المشاكل والعراقيل، حدد الاولويات المشاكل والعراقيل الموجوده، طرح الحل اللي ينجم يكون في حكومه وحده وطنيه، وطرح زاد اهم النقاط نتاع برنامج الحكومه الوحده الوطنيه، واللي ما نظنش كان اليوم نختلفوا زوز على النقاط اللي اقترحهم هو، اللي هي مقاومه الارهاب في درجه اولى ثم مقاومه الفساد في درجه ثانيه، التنميه الجهويه اليوم والجهات المحرومه
المعلومه التشغيل، معناها اذكر اهم النقاط اللي اليوم ما يختلفوش عليها الشعب التونسي اذا فما اتفاق. دونك هذه نورمالمون النقاط هذه تمس كل شرائح الشعب التونسي، ومن واجب اليوم الناس الكل تحط ايدها في يد بعضها للمساهمه في انقاذ البلاد. وكما نعاود نقولوا احنا اليوم رانا في فتره نتاع بناء الجمهوريه الثانيه، نفس الفتره والصعوبات اللي تعرضوا لها في بناء الدوله. نعم نور الدين. نعم، هو في البدايه خلينا نقول انه حديث الرئيس البارح في الحقيقه كانت فيه زوز عناصر كبرى. العنصر الاول كان تشخيص يعني الوضع اقتصاديا واجتماعيا وايضا امنيا، ثم العنصر الثاني اللي هي مبادره او عناوين مبادره الحكومه الوطنيه. في علاقه بالتشخيص اعتقد انه العديد من الاحزاب والعديد من المنظمات والعديد من المراقبين كانوا احكوا اكثر من مره على اساس انه هناك ازمه حقيقيه وضروره التعاطي مع هذه الازمه، رغم انه في تقييم الازمه في الحقيقه كان هناك تباين بين يعتبرها انه ازمه حاده ولا بد الان من ايجاد حلول، وبين يعتبر انه هذا وضع يعني استثنائي وتعتبر يعني الازمه هذه ما هيش كبيره بالطريقه اللي تم تقديمها. في علاقه بمبادره يعني الحكومه الوحده الوطنيه، انا كنت نستمع الان لاتحاد عامه الشغل وما بتعرف، الحقيقه اعتبر انه الكلام لا استغربه باعتبار انه ما تمث الحديث على الحكومه الوطنيه، تم الحديث على المصحة الوطنية، واعتقد انه ثم فاصل بين الاثنين، بين المصحة الوطنية وحكومة الوحدة الوطنية. لا اعتقد انه في مرحلة من مراحل يعني في تونس بعد 14 جانفي 2011 انه اتحاد عامة الشغل او اتحاد الصناعة والتجارة ما حكوش على المصحة الوطنية، يعني كان هذاك عنوان كبير عن اطراف، لكن احنا الان امام نقطة محددة وهي هناك مبادرة لحكومة وحدة وطنية، هناك دعوة من رئيس الجمهورية للاتحاد عام تونسي الشغل ودعوة لاتحاد الصناعة والتجارة للمشاركة في هذه الحكومة. طبيعة المشاركة ما تحددش تكون مباشرة أو تكون غير مباشرة، وبالتالي فإن النقاش والجدل في الحقيقة اليوم يجب أن يقوم حول هذه المسألة. لا أشكك أنه هناك أي منظمة وطنية أو حزب سياسي لا يريد المصحة الوطنية. اثنين، حكى سي سفيان على الاقل هذا حكى عليه حتى السيد الرئيس البارح في علاقه بمقارنه التجربه بين يعني مباشره بعد الاستقلال والان، رغم انه هناك من يعتبر انه اليوم ما هوش نفس حق المقارنه، هناك العديد من الاوضاع تغيرت، لكن في نقطه مهمه جدا هو انه اتحاد عبد الشغل مباشره بعد الاستقلال في الحقيقه كان حاصل على اربع حقائب وزاريه، وبعض القراءات اللي قدمت وحكيت المرحله هذيك هو أن الاتحاد العام التونسي للشغل استفاد إلى حد ما من تجربته في الحكم، من مشاركته المباشرة في الحكم، سواء من ناحية قدرتها على تنفيذ برنامجه وأيضا حتى من ناحية توسيع يعني ما يسمى بالقاعدة. فقط أنه هناك إشكال لابد من الإشارة إليه، وهو مسألة استقلالية المنظمة النقابية، وهي عنوان رئيسي أعتقد وحلقة رئيسية، وهذه ظهرت حتى في بورقيبة مباشرة بعد 64 وجدت بعد 26 جانفي 78. بالنسبة لاتحاد الصناعة والتجارة، أعتقد أن اتحاد الصناعة والتجارة كان دائما ممثلا بشكل غير مباشر في الحكم، يعني ما هوش بالضرورة أعضاء من التنفيذي، إنما الأعراف ورجال الأعمال كانوا ممثلين في الحكم. اليوم أعتقد أنه المسألة الأساسية، خلينا نتجاوز الحديث العام والشكلي والمصلحة الوطنية ومصلحة البلاد وكذا، هذا حقيقة الخطاب نستمعه. اليوم ما نحن أمام مبادرة واضحة على الأقل في عنوانها ضرورة المشاركة. ماذا يمنع، خلينا نكون واضحين، ماذا يمنع اتحاد العام التونسي للشغل وهو الذي لعب دورا سياسيا مهما، لعبوا في صيف 2013، لعبوا في الحوار الوطني وكانت له مواقف سياسية ووطنية الآن نجل به، ماذا يمنع اتحاد العام التونسي للشغل اليوم من أن يكون شريكا مباشرا في الحكم؟ هذا سؤال خلينا نجاوب عليه بالتفصيل. ندرك جيدا استقلالية المنظمة، ندرك جيدا ايضا حفاظ الاتحاد العام التونسي للشغل على نفس المسافه مع كل الاطراف، ندرك جيدا ايضا ان الاتحاد العام التونسي للشغل له الحق في الدفاع عن المنظورين، لكن ايضا هناك مسؤوليه وطنيه وسياسيه. ماذا يمنع الاتحاد العام للشغل ان يكون مشاركا بشكل مباشر؟ ايضا بالنسبه لاتحاد الصناعه والتجاره، خلينا نكون واضحين، كان طرف في الرباعي الراعي الحوار ولعب دور، هذه اسئله طرحها، شنو اللي يمنع على اساس ان اليوم هذا ممثل اتحاد الصناعه والتجاره في هذه الاتحاد الصناعه والتجاره مازال ما قدمش موقفه وشكليا وحسب ما سمعنا تصريح سيده وداد بوشماوي ما نعرفش علاش فهمت بشكل ايجابي هكايا وكانه الاتحاد باش يقبل المشاركه في ما نعرفش هكذا الانطباعات نتاع الاعلاميين اليوم وقت اللي اعطات كلمه قالت احنا مازلنا باش نشوفوا، ولكن ما كانش فما رفض قاطع
للمشاركه كما كان عبر عليه اتحاد الشغل، معناها خيرت وأن تقول حتى نجتمعوا، ولكن الانطباع الاغلب الاعلاميين وانه باش تكون فما مشاركه للاتحاد. نعرفش معناها انطباع ممكن يكون خطا، ممكن يكون الفريق ما تحدثناش مع بعضنا. لا الفريق معناها في الاتحاد المكتب التنفيذي مازلنا ما تحدثش حقيقيا في الموضوع. يلزمنا نكونوا موجودين مباشره ولا غير مباشره، مازلنا ما حكيناش فيها. اللي همنا يكونوا كفاءات مش اشخاص، ما نفكروش في اشخاص، احنا نفكروا في كفاءات وفي اشخاص اللي هما ينجموا يقدموا بالبلاد فيما يخص نحن هو الشان الاقتصادي خاصه، معناها الصناعه، التجاره، الماليه، التكوين، هذوما الكل اللي يهمونا الاكثر واحنا اللي نفكروا فيه. يلزم كفاءات معناها تكون قريبه من الاتحاد الصناعه والتجاره والصناعه التقليديه، مش بالضروري تكون من الهياكل ولا من مكتب تنفيذي ولا، اما نشوفه ايجابي باش يكون معناها شخصيات اللي تفهم الاقتصاد، تفهم الصناعه، تفهم التجاره، تفهم الامور الماليه، تفهم التكوين، تكون موجوده في الحكومه. كان عندها تجربه وعندها الكفاءه باش تسير، خاطر تنجم تلقى كفاءات اما ما عندهمش التجربه في التسيير. في التسيير معناها تحط واحد خبير ممتاز جدا ودبلومي من المدارس العليا بتاع امريكا ولا من تحب، اما ما عندوش تجربه في تسيير وزاره. يلزم معناها الكفاءه والتجربه زاده والجراه وكذلك رؤيه بتاع حكومه اللي باش يطبقها. هذا يجرني السؤال، معناها على الحبيب السيد، هل منظمه الاعراف توافق انه يواصل في على راس الحكومه ام تخير انه يكون فما بديل؟ سالت لك سؤال مباشره لانك مرتين تحكي على قياده هذه الحكومه. ظهر لي باش يتكون فريق جديد، اول شيء لازم يكون واضح هو شكون باش يقود الفريق هذايا. انا نشوف في حبيب السيد كفاءه كبيره الحقيقه بصراحه، معناها حتى حد خدم لتونس وعنده وطنيه كبيره برشا ومسؤوليه. نراه اللي عنده كفاءه الحقيقه بصراحه، اما مش القرار في يدي انا ولا باش نقول انا باهي ولا مش باهي. اما تفاعلنا معاه ايجابيا، نحن كاتحاد صناعه وتجاره تفاعلنا معاه وخدمنا معاه بطريقه ايجابيه. باهي سي سمير، نخليك تجاوب باش ما تخليش سؤال نور الدين معلق. شنو يمنع الاتحاد العام التونسي للشغل من انه يشارك في الحكومه هذه؟ يعني خلينا نكون واضحين شويه في المساله هذه حتى لا يصار ان نعيد انتاج نفس التجارب معناها المحبطه لامال وتطلعات شعبنا. الاتحاد العام التونسي للشغل عندما ابدا رأي شأنه في ذلك شأن كل المواطنين العاديين والجمعيات في علاقة بالتحوير الوزاري الأخير، قامت الدنيا ولم تقعد، كيف يحق للاتحاد أن يصدر بيان ويحلل فيه طبيعة هذا التحوير الوزاري، وكيف يحق له أن يعبر عن انزعاجه من محتوى هذا التحوير الوزاري الذي قلنا في ساعتها بأنه كان تحويرا مرتجلا ولم يراعي الأداء والتقييم الحقيقي لأعضاء الفريق الحكومي، وإنما جاء لترضيات سياسية وحزبية، وشنت علينا الحملات ووقعت شيطنة الاتحاد، والبعض الآخر اتهمنا ظلما وعدوانا بأننا نتكالب على الحكم ونريد أن ننصب هذا الوزير وذاك، والحال وأن الوقائع أثبتت بأن الاتحاد العام التونسي للشغل انطلاقا من حرصه ومن زاده النضالي وخبراته التي راكمها عبر عقود من النضال ولتعففه وتجرده من الحسابات السياسية التي تقوم أساسا على الوصول إلى الحكم، كانت لنا هذه الرؤية الموضوعية المجردة. اليوم نحن قلنا بأننا مع العلاقة التشاركية الكاملة بين الاتحاد والحكومة، وحتى يصار إلى
أن نؤمن وأن نثبت دعائم النجاح الحقيقي لأي حكومة كانت، لابد أن تتحلى هذه الحكومة برؤية تشاركية مع الاتحاد العام التونسي للشغل، كيفما مع المنظمات الوطنية الأخرى ومع مختلف مكونات المجتمع المدني، وتكون حكومة واسعة وتوافقية وقاعدتها الشعبية عريضة. هذه الضمانات لحسن إدارة وتأمين شروط نجاح هذه الحكومة. ولكن قضية المشاركة المباشرة، نعتقد في إطار التفاعل مع الأخ نوردين بأننا لسنا حزبا سياسيا. أولا هذا لابد أن يكون واضحا. الاتحاد العام التونسي للشغل كنا نقول دائما ونعيد التكرار هو فوق الأحزاب باعتباره حالة وطنية جامعة، كل المكونات الفكرية والسياسية منخرطة في الاتحاد العام التونسي للشغل، ولكنه تحت الوطن وبرنامجه ورؤيته في خدمة هذا الوطن. كيف السبيل إلى خدمة الوطن؟ نحن نتحدث دائما وأبدا، وهذه مشكلة التوانسة، ديما نحكيه على الضمنيات وعلى العموميات. أتوف هل الحلقة الحوارية كنا متفقين على أنه المنوال التنموي القديم فشل، لكن تو كيف نجيل سي هشام نقول له أين فشل وشنو هو المنوال التنموي الجديد، تقول يلزم منوال تنموي جديد، وهذا متفقين في الضمنيات وفي العموميات. ولكن لما نشخص أسباب فشل المنوال التنموي والسياسات الاقتصادية والاجتماعية القديمة اللي أثمرت وأفرز الثورة، تو نلقاو فما وجهات نظر متباعدة. وقت اللي نقولوا احنا ضرورة إقامة منوال تنموي جديد قائم على كذا وكذا، نفس الشيء سي هشام يقول لك يلزم منوال تنموي جديد ولكنه قائم على كذا وكذا مع التركيز وترتيب الأولويات في كذا. يعني اليوم في تونس، وعلاش قينا نروحوا في مكاننا في وهذه مش الحكومة هذه فقط، تقريبا من الحكومة الأولى إلى الخامسة، لأننا لم نتحلى بعد بالجرأة والشجاعة الكافية لتشخيص الدقيق لمشكلات اللي تعيشها تونس، ولم نشخص بشكل فكر جماعي ووعي جماعي الحلول وطريقة تنفيذها وترتيب أولوياتها. الاتحاد يطرح التالي: اليوم تونس في حاجة إلى حكومة شجاعة وجدية ممثلة لمختلف الطاقات الوطنية الصادقة لبناء هذا المشروع وهذه الرؤية على قاعدة التوافق الوطني حول برنامج إصلاحي ثوري مستوحى من قيم ومبادئ اللي ضحى من أجلها شعبنا واللي قامت من أجلها الثورة. لابد من أن يكون لنا موقف واضح في علاقة بأسلوب التشغيل وكيفية التشغيل، في قضية مقاومة الفساد وكيف لنا أن نحارب الفساد، في قضية التنمية الجهوية، في قضية العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمنوال الجديد اللي يقدمه الاتحاد العام التونسي للشغل، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. يعني كل هذه القضايا نحن في الاتحاد العام التونسي للشغل نطرح رؤى وبرامج، ونقترح على الحكومة وعلى الأحزاب وعلى المنظمات أن يكون موضع حوار وتتقدم فيه المقترحات والبرامج حتى يصار إلى صياغة مشروع إنقاذ وطني حول قدر كبير من التوافق، والحكومة باش تكون هي أداة التنفيذ، ويجب أن يكون واضحا. وأنه الاتحاد، يعني الاتحاد باش يقدم مقترحات وباش يقدم أسماء؟ لا، ما عندناش أسماء. احنا لا يمكن ان ننزلق في مسألة تقديم أسماء، لانه انت كنت تحكي وأن اعطيته موقف على الحكومة الحالية، انه قلت انه فما بعض الأسماء وكذا، ممكن انكم تقترحوا أسماء، ممكن يعني حتى فما حديث، حتى فما حديث في الكواليس، وانه اتحاد الشغل مش راضي على بعض الأسماء في الحكومة هذه. مش راضين على الأداء مش على الأسماء. لا، على الأداء طبعا، نحكيوا على الأداء، مش نحكيوا على الأشخاص، نحكيوا على أدائهم الوزراء في وزاراتهم. نحكيوا على أدائهم في وزاراتهم بالضبط. نعم، هذاك علاش خلى رئيس الجمهورية وأنه يطرح المبادرة هذه لتشريك الجميع
الشركات كما قال هو خلي يدخلوا ديهم الناس الكل في العجينه باش يعرفوا شنو هي الواقع البلاد ووضع البلاد. يعني في كلمتين احنا ما احناش معنيين بمن يحكم بقدر ما نحن معنيون بكيف يحكم نحكم، فهمت؟ نكونوا احنا معناها فهمتني في صلب ان اي حكومه وطنيه صادقه مخلصه لا تخلط لا تخلط بين ما هو حزبي وما هو شأن وطني ومصلحة وطنية وتكون منكبة على حل مشاكل البلاد راهي تمثلني، مش بالضرورة أن يكون فيها أمين عام مساعد أو شخصية معناها فهمتي نقابية، هذه مسألة ما تعنيناش مطلقا، ولكن ما يعنينا الأداء والانحياز إلى الشعب وإلى قضايا الشعب. بطبيعة الحال هذه مجرد أفكار أولية، لأنه في نهاية المطاف عندنا مكتب تنفيذي لابد أن يجتمع، وقد يتطلب الأمر الدعوة إلى هيئة إدارية وطنية ثاني سلطة قرار بعد المؤتمر للبت بشكل نهائي في الموقف من هذه المبادرة، لأننا إذا أردنا لهذه المبادرة النجاح ونحن من أولئك الذين يؤمنون بضرورة أن تكون هذه الأفكار والمقترحات قائمة على أسس صحيحة وأن يثريها الأطراف المجتمعية من أحزاب ومنظمات وأن يحصل بموجبها حوار عميق وبعقل بارد حتى نضمن لهذه الفكرة النجاح والثبات، وليسنا معنيين بعزل هذا الشخص وتعود بشخص آخر. هذه نعتقد إذا كانت دخلنا في المربع هذايا راهو ما عادش مش نخرجوا منه، لأنه المشكلة مش في الأشخاص وإنما المشكلة في البرامج وفي الانحيازات. قبل ما نمشي لسي سوفي فقط سؤال للسمير، اليوم نحن في مرحلة متاع دعوات على الأقل هذا عليها أنه أحزاب تدعو إلى الحوار حول هذه المبادرة، يعني البيان هيئة السيئة بتاع ينفوس وأيضا الحزاب أخرى دعت إلى حوار حول هذه المساء، هل سيشارك الاتحاد العام لتونس الشغل في هذا الحوار حول المبادرة أم أنه سيكتفي بتقديم؟ لا، احنا قلنا ونعيد القول وأكد اليوم الأخ حسين العباسي إثر لقائه برئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب بأن الاتحاد العام لتونس الشغل مع التعاطي الإيجابي مع هذه الأفكار وهذه المبادرات التي تهدف إلى تجويد العمل الحكومي والتي تهدف لأن يكون للحكومة معناها رؤية واضحة وبرنامج اقتصادي واجتماعي وثقافي وأمني وأمني أيضا متفق في شأنه، ويكون هذا البرنامج له قاعدة كبيرة من التوافق حوله وقادر أنه يستجيب إلى انتظارات التوانسة. هذا احنا لنا معناه كل الاستعداد للمساهمة فيه بالمقترحات وبالأفكار والحرص على إنجاحه. واضح. سي سوفيا أنا مش نواصل مع فكرة نور الدين فيما يخص الحوار، لكن سمعنا وقت طرح المبادرة وأنه المبادرة تم تقديمها على الوطنية وما فماش حتى حزب كان على علم بها، وحتى فما برشا أحزاب قالت احنا ما سمعناش بها، ولكن اليوم سي معز السيناوي على إذاعة موزايك قالوا أن المبادرة كانت نتاج مشاورات وحوارات أسبوعية متعدة مع أطياف مختلفة. تم التشاور معكم كنداء تونس في المبادرة هذه؟ تم التشاور مش في إطار المبادرة بالذات في إطار مبادرة لحكومة وحدة وطنية، إنما سلسلة لقاءات اللي قام بها السيد رئيس الجمهورية كسائر الأحزاب اللي استقبلهم أو الشخصيات الوطنية والمنظمات كيف تعرض اللقاء مع قيادات في حركة نداء تونس، وتعرض اللقاء إلى تقييم الوضع وتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وسمع شنو الاقتراحات، خذا برشا اقتراحات وغالى هو البارح في حواره اللي سمعت برشا اقتراحات من العديد من الاحزاب، وهو بعد ما سمع الناس كل قدر انه ينجم يقترح الاقتراح هذا اللي هو يشوفه حل في الفتره هذه انه يكون فما حكومه وحده وطنيه، وراهو حتى كما كلامه البارح واضح حكومه وحده وطنيه، وقال معناها باش يكون ندعو انها تكون فيها الائتلاف الحاكم ويكونوا فيها الاحزاب الوطنيه الديمقراطيه ويكونوا فيها المنظمتين العريقتين ويكون فيها بعض الشخصيات الوطنيه ايضا، معناها راهو مش معناها يكونوا فيها كاشخاص، قال حتى معناها تخلى حتى بكلمه قال تشارك فيها وتساندها، معناها اللي وقت اللي تتكرر الحكايه الناس كل تحط ايدها في العجين
معناها ايمانا منه ان اليوم الوضع في البلاد يستدعي اللي الناس الكل تحط ايدها. راهو المشاركه ما تنجمش كي نعاود نقول المشاركه ماهيش المشاركه المهمه كما كان يحكي سي سمير. اهم مشاركه هي في وضع البرنامج لان الاشخاص هم نشوفوا الاشخاص راهم عندها قيمه حتى قيمه. وقال هو بالحرف الواحد ما فماش اشخاص صالحه لكل زمان ومكان. فماش حتى واحد صالح لكل زمان ومكان. انما في قوة الحكومة الوحدة الوطنية لازم تكون في قوة برنامجها. وكما قلت عطاء أهم النقاط المطروحة اليوم حتى في البرنامج. نعم. واللي قلنا راه ما فماش زوز اليوم يختلفوا. أعطينا تراه نقطة من النقاط اللي اقترحها اليوم سيد رئيس الجمهورية ما هيش اليوم عندها عناية اليوم في الشارع التونسي ولا من عند من طرف الأحزاب الوطنية ولا المنظمات الوطنية ولا غيره. إذا القوة أنها المساندة لازم تكون مساندة للبرنامج قبل الأشخاص. نعم سي هشام. التوقيت طرح المبادرة هذه فما شكون قال إيه هو الوقت المناسب لطرح مثل هذه المبادرات وفما شكون استغرب لأنه الأسبوعين نوردين أو ثلاثة تتذكر وقت اللي احنا في البلاتو هذي حكينا وفما أحزاب حكيت ودعات إلى ضرورة تغيير حكومي يظهر لي بعد المصادقة على قانون البنك المركزي ووقتها جبدت حكيت إجراء تحوير وزاري أو حتى الاستغناء بين قوسين عن رئيس الحكومة لحبيب السيد وكان نفي من كل الأحزاب خاصة أحزاب الائتلاف أنه ممكن يصير توا الاستغناء على الحبيب السيد وممكن يصير توا تحوير وزير وحتى كان فما حديث أنه بعد الانتخابات نشوفوا مدى نجاح الحكومة هذه. التوقيت هذا تراه مناسب لطرح مبادرة كيف هكا وشنو اللي تبدل من ثلاثة أسابيع التالي للتوا؟ والله الكلام اللي سمعناه البارح من سيد رئيس الجمهورية اللي الوضع معناه خطير جدا وقدم تقييم وتشخيص بهالوضع هذايا وقال ما نجموش نترقبوا معناها باش يصير تغيير هالحكومه هذه. انا نحب ناكد عليه الاكثر خاطر توا المبادره هذه دخلت شويه هكا معناها كيفاش نقولوها معناها باش تخلق شويه عدم استقرار في البلاد خاطر الناس كل تتساءل في الادارات مثلا وفي الوزارات وثم ملفات كبرى وثم قرارات لازم ناخذوها. اللي نقولوا انا المبادره هذه لازم في اقرب وقت تتفعل. اذا باش تفعل لازم تتفعل معناها في وقت قصير جدا خاطر البلاد ما تتحملش راهو باش نقعدوا شهرين ثلاثة اشهر خاطر نتفكر معناها الحكومه الاولانيه نتاع سي حبيب السيد كنت ثلاثة اشهر قعدنا في فتره نتاع عدم استقرار ومعناها كي نشوفوا الوضع الصعيب اللي عايشينه توا ما نجموش نتحملوا ثلاثة اشهر واحنا نترقبوا في الحكومه هذه ونعملوا في حوارات ونتحدثوا بيناتنا والاحزاب والنقابات والمنظمات وكل شيء. معناها اللي نشوفوا يعني شنو نسرعوا في المبادره هذه يلزم المبادره هذه تتفعل في اقرب وقت. كان مش تفعل يلزم تتفعل في اقرب وقت ما يلزمش الفتره هذه هي فتره مشاورات مع كل الاطراف كيفاش المشاورات والمنظمات اللي باش تاخذ القرار نتاعها وباش تشوف باش تساهم وما تساهمش والاحزاب السياسيه وشكون من الاحزاب اللي باش يدخلوا وشكون من الوزراء وشكون القائد نتاع الحكومه هذيا معناها هذا الكل يلزم للمصلحه العامه ما يتوالش يلزم في اقرب وقت. انا اقول شهر بون تجي في رمضان هي صعيبه شويه لما حاله بعد رمضان ولا يكون توقيت التوقيت جات شهر رمضان ليله رمضان وتاع تسامح وتاع كذا هي جات ليله رمضان معناها ان شاء الله تكون معناها مبادره معناها ايجابيه وما نضيعوش برشا وقت خاطر راهو كيما قلت يلزم معناها يعني في مده اقصاها شهر يكون البرنامج موجود والمختلف معناتها الهيكليه واضحه للمبادره هذيا يعني ممكن انه في شهر ثم برنامج كبير ثم برامج في مجلس نواب الشعب ثم قوانين ثم اصلاح الجبايه ثم مجلس الاستثمار قانون البنوك مازال ما مجله الاستثمار ثم معنا اصلاحات هامه جدا وهيكليه وعندنا حتى ارتباط مع المنظمات الدوليه فيما يخص الرزنامه نتاع الاصلاحات حكومه اللي هي قاعده تترقب برشا تو معناها وزراء ما نلقاش التعاطي مع الطريقه التشاركيه يقول انا ما نعرفش واش يقعد وزير ما نعرفش واش يقعد ولا مش يقعد هذا هو السؤال اللي سمعناه اليوم الأطراف في الإدارات هذا هو السؤال اللي سمعناه سي هشام في الإدارات اليوم اي مشكله معناها ما نجموش نترقبوا
اكثر من شر انا نراه انا كمسؤول. هو في الحقيقة أعتقد أنه سؤال مهم وسؤال مركزي، بالنظر أنه إذا كان رجعنا التالي شوي، البارح السيد الرئيس حكى على كلمة مهمة، يقول أنه في نقده لحكومة السيد حبيب السيد أنها لم تصارح الشعب بحقيقة الأوضاع، وقال أنه ربما هي عملت كما عملت يعني وقت اللي توليت المهام نتاعها، حقيقة الأوضاع اللي لقاتها وقت اللي توليت المهام نتاعها. لكن أيضا ما يزناش ننسو هو أنه في فترة معينة عندما تحدث الجميع عن أزمة تعيشها البلاد، الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، وأنه ضرورة إيجاد نوع من التغيير، في الحقيقة أسمعنا سواء من أحزاب الائتلاف الحاكم أو حتى بعض الأحزاب الأخرى أنه الوضع في البلاد الآن في حاجة إلى مزيد من الاستقرار. وكانت هذه تقريبا الكلمة السحرية اللي كانت كل الأحزاب السياسية وأيضا حتى مسؤولين حكوميين يتحدثوا أن الوضع في البلاد اليوم في حاجة إلى الاستقرار للقدرة على المضي في تنفيذ هالمشاريع هذه. فجأة يعني في ظرف جمعة ولا 10 أيام تحولت المسألة إلى إيجاد مشروع نوعي، خلينا نقول 180 درجة مقارنة مع التحويل الحكومي، 180 درجة أيضا مع إمكانية تغيير سيد حبيب السيد، وهو إيجاد حكومة وحدة وطنية. ماذا حصل؟ هذا السؤال رغم أنه هنا ممكن سي سفيان ينجم يجاوبني على السؤال هذا. فالحقيقة أنه البارح ثم حديث على أساس أن يكون هناك مشاورات تمت وتسمى بالأسماء. اليوم سمعنا العديد من التصريحات من أحزاب سياسية وأيضا حتى من بعض يقول لك أنه راهم لم تتم استشارتنا. اليوم مبادرة رئيس الجمهورية، ونذكروا جيدا أنه سبقتها مبادرات لأحزاب سياسية أخرى، قدمت أيضا مبادرات ما سمعته لإنقاذ تونس. وقتاش نبدأ المبادرات هذه؟ يعني خلال الفترة الأخيرة، خلال الفترة الأخيرة المبادرات صارت وقت أحداث القصرين. وأنا سؤالي اللي تواجهت به سي هشام حبيت نقول له، يعني صارت أحداث كبيرة كانت ممكن جات معها دعوات الادخال تغييرات على الحكومه كما احدث القصرين، ولكن هناك مبادرات قدمت من الحزاب. واعتقد انه مبادره رئيس الجمهوريه تختلف على مبادرات الاحزاب السياسيه. الاحزاب السياسيه تقدم مبادرتها اذا كان تم التعاطي معها، ما تمش التعاطي معها ولا اشكال في المساله. لكن مبادره تاتي من رئيس الجمهوريه من اعلى هرم سلطان، المفروض انه هناك دراسه لكل اليات نجاحها. اليوم على الاقل سمعنا تصريحات ايجابيه في إطار دعم، لكن هذه التصريحات هي في الحقيقة دعم للوحدة الوطنية. ما سمعتش أنه دعم لحكومة وحدة وطنية وبرنامجين، ولحد الآن ما ثماش عناوين. نسأل هنا على آليات ضمان نجاح هذه المبادرة، لأنه لحد الآن ما عندناش حاجة كبيرة. عندنا تصريح بالنوايا لكن ما عندناش حاجة كبيرة برشا، لأنه عناوين مبادرة ما هيش واضحة. في صورة ما يعني على الأقل خلال هذه المشاورات ربما وقع التباين، لأنه يعني هناك بعض الأحزاب ربما مصلحتها استمرار السيد حبيب السيد في 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 رئاسة الحكومة، هذا ممكن يكون. في صورة ما أنه هالمشاورات هذه لم تؤدي إلى نتائج توافقية كبيرة جدا حول الحكومة الوطنية، حكومة وحدة وطنية، شنو البديل ربما خاصة في مرحلة إحنا نقولوا أنه البلاد في حاجة إلى استقرار هام خلال فترة. سي سفيان باش نجاوبوا على الأسئلة اللي توجه لك بها نور الدين، ولكن التلفزة الوطنية في رمضان تضرب لكم موعد مع مسلسل بين قوسين ضخم من إخراج زميلنا أحمد رجب، مسلسل يستحق فعلا المشاهدة، وسمعنا ليه كل الأصداء الطيبة. نشوفوا كواليس المسلسل هذايا في رمضان باش تابعوه بعد نشرة الأخبار على الوطنية الأولى، ونرجع للحديث مع ضيوفنا. حلقة تبارك الله 200 ولا 220 ممثل وممثلة، وأكثرهم معروفين ووجوه معروفة. مسلسل منتهى يتناول العديد من المواضيع اللي تهم المجتمع التونسي بكل فئاته. التجربة هذه متاع مسلسل وردة وكتاب هو إنتاج التلفزة التونسية، الأول مرة ننجو عمل ضخم بالطول مدة التصوير هذه. وصلنا اليوم للجمع للأسبوع رقم 25، استعملنا قرابة 140 ديكور، فيه أكثر من 140 ممثل، تعديت بين الفصول تقريبا لربعة.
احنا نوعد الجمهور التونسي سناء انه نجم يقعد واحد في دار ويتفرج هو بنته ومرته وعائلته كل من غير ما يتحرج ومن غير ما يتقلق. ان شاء الله يكون في مستوى الانتظارات الشعب التونسي وفي انتظارات زيادة الزملاء اللي في الوطنية اللي يستنوا في عمل جيد ويرجع الإشعال التلفزة الوطنية في الانتاج درامي. جاسبر بيان انه التعب معناها فريمون لا سوفرانس انا جو ديري بيان لا سوفرانس يمكن لي تكنيسيان تعبوا اكثر من احنا الممثلين نتعبوا شويه نمشيو نرقدوا بعد اما لي تكنيسيان صباح وليل 24 24 قاعدين يخدموا دونك ان شاء الله يا ربي على ليماج هذاك الكل يظهر على ليماج. ليه احنا ما يقلقناش التعب احنا مستنسين المهم تطلع حاجه باهيه واحنا نتاع الوطنيه الوطنيه نتاعنا. طريقه الاخراج كانت متميزه مواكبة للمسلسلات اللي يعني سوا ديزون للبطورة في ناحية الصورة ومن ناحية الصوت أو بحذية المهندس الصوت سيروج دي كانت خدمة يعني متميزة يعني بحكم اللي كوننا نحن كتقنيين خرجنا للمسلسل هذا حابين ننجحوا وإن شاء الله يكون النجاح اللي فينا ذاش نجم نقول عمل ضخم كل مقومات النجاح موجودة فيه نتمنى أنه يشد الناس ويتبعوه كما تعرف فما طاقم فني زاد كبير برشا ممثلين متميزين التوانسة يحبوهم دونك ان شاء الله نكونوا على اوتور في رمضان ونشدوا الناس. التلفزة التونسية في الفترة الأخرانية يعني غابت على الإنتاج الدرامي 100% يعني بأولاد المؤسسة السنة 100% الفريق الكل هما أولاد المؤسسة وهذاك علاش هو رهان ولو أنه هو مش غريب عليها لأنه الأعمال الدرامية الكبرى يعني خدمتها التلفزة ماهوش غريب على التلفزة في تاريخ التلفزة لتوا قاعدة تتعدى أعمال كبيرة وأعمال مهمة نالت أعجاب المشاهدين فإن شاء الله السنة تكون بادرة طيبة أنه ترجع العلاقة مع المشاهد في المسلسلات يعني تنتجهم التلفزة 100% بالنسبة للمنافسة وصحيحة منافسة ولكن ديما المنافسة عندها جوانب إيجابية راهو من المستحسن تكون فما منافسة باش تحس بالأهمية متاع العمل كي تخدمه يفرض روحه خير من أنك تكون وحدك يعني ما يكونش عنده اختيار المشاهد وقلنا ما يعطيونا مهلة باش نزيدو نفكرو فيها فهمنا هاي في الأمانة في الأمانة في الجميع فكر مليح. عمر انت في المونتاج ماكش وحدك معاك شكون يعني كان تحكي لنا على شغلك؟ بيان سور عندنا توا برسك 5 شهور نخدموا في المونتاج تاع المسلسل انا ومحسن الجندوبي مع بعضنا نخدموا دونك قسمنا لي تاش والحمد لله معناها حتى السنه بدينا بكري شويه في المونتاج خاطر باش ما نوصلوش لك البريود الاخرى اللي قبل رمضان حضرت ما حضرتش ديما يقعد عندنا شويه وقت باش نجم نعمل شويه ريكول نشوفوا الماتير نتاعنا نشوفوا الريتم نتاع الحلقات نشوفوا فهمت دونك خدنا مع بعضنا و سيتي بيان باسي. بديتوا قبل باش تقراوا صعوبات قبل ما تصير حسب ما فهمت. صحيح سينو صعوبات براتيكمون صعوبات العادة معناها الأولاد اللي يخدموا في البوست برود مونتاج يعرفوا الصعوبات سينو فماش صعوبات كبار ما لقيناش الحمد لله سافا معناها سافا فاتيك ميرسي. خدمة أكثر من لازم جري عفريات وفلوس أولادي ما فقتش بيهم كيفاش كبروا تظلمت وتقهرت أما راسي صحيح ومنيش باش نسلم خنت إيه خنت أما مش وحدي لغلط ناس كل تغلط أما نحبها وحياتي ما نجم أكملها كان معاها إيه
إذن وردة وكتاب على الوطنية الأولى في رمضان، تبعوه عمل جدير بالمتابعة. وزميلتنا إيمان السيد حاب تقول كل فريق العمل هذايا، واللي كان فريق كبير وضخم الممثلين والمخرج وكل العاملين وراء الكاميرا، حاب تقولهم برافو، وإحنا زيدا نقول لهم برافو باش نتابعوكم في رمضان وإن شاء الله نستمتعوا بالعمل هذايا. سي سوفيان نور الدين، قبل ما نعدي والفتير سألك على آليات ضمان نجاح المبادرة هذه، وإذا كان ما تمش التوافق ولو أنه صعيب لأنه حسب ردود الفعل الأغلبية كانت إيجابية تجاه المبادرة هذه، شنو البديل؟ والله هو طبعا فماش بديل في الوضع هذا اللي نحكيه فيه اليوم على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، كيف كيف احنا نكبروا المواقف الإيجابية اللي صدرت لحد الآن. لازم الناس الكل تراعي مصلحة البلاد، واللي عنده حل آخر نجم منعوا به البلاد اليوم بدون أنها تكون فما وحدة وطنية، وحدة وطنية مش بالكلام بركة، وحدة وطنية مش لازم تكون في إطار حكومة وحدة وطنية ويقع فيها اتفاق كامل، اتفاق حول عديد المحاور نتاع العمل وبرنامج العمل، حتى الأخيان الكل حتى ما فيهم المعارضة كانوا قبل يقولوا اللي الإشكال الموجود مع الحكومة إن ما عندهاش برنامج، ما فماش رؤية، ما فماش كذا، ما فماش اتفاقات حول برنامج معين تلتزم فيه الناس الكل. إذا اليوم هذا الشرط لنجاح الحكومة الوحدة الوطنية هذه إنها يصير تشاور حول البرنامج، حول رؤية الناس الكل تشخص نفس التشخيص. اليوم كي تسأل أي إنسان، أي إنسان يعمل في السياسة، يعمل في العمل الاجتماعي، الأحزاب، المنظمات الوطنية، الناس الكل تشترك في التشخيص اليوم. الناس الكل تشترك في الأولويات. إذن هنا يبين اللي فما برنامج واضح ينجم يكون توقع عليه الاتفاق من كامل الأطياف السياسية والمنظمات الوطنية اليوم في البلاد، وهذه شريطة نجاح الحكومة هذه اللي ينتظروا أنها تكون حكومة وحدة وطنية. شريطة نجاح هي الاتفاق وأنها تلقى دعم كما قال أخويا سمير البكري، خاصة أنها مش تلقى دعم الشعبي، راهو الدعم الشعبي ما مش تلقاه إلا متمس أهم القضايا اللي تمس اليوم المواطن التونسي، واللي كما قلت راه ما فماش اختلاف كبير اليوم في تطبيق هذا البرنامج اللي باش يتفقوا عليه الناس كل. سي سمير، سيد رئيس الجمهورية قال وأنه الحكومة هذه إضافة للزوز منظمات وإضافة للأحزاب الائتلاف مفتوحة على الجميع حتى أحزاب المعارضة والمستقلين. يعني بالتأكيد إذا كان تحدثنا على مشروع وطني جامع يبلور أهم انتظارات هذا الشعب في علاقته بقضاياه والمشكلات التي يعانيها يوميا في التشغيل والبطالة وغياب التنمية وغياب الرؤية معنا استراتيجية في تأمين مستقبل هذه الأجيال، فهذا يجب أن ينسحب على كل المكونات السياسية والمجتمعية في البلاد. ولكن دعني أقول بأن القضية ليست قضية من يكون في هذه، من يحمل هذه الحقيبة الوزارية أو تلك، القضية في قضية كيفية بلورة هذا المشروع وهذه الخيارات وأي توجه سيقع التركيز عليه وترتيب أولوياتنا في برنامجنا الحكومي. وهذا هو الحوار الحقيقي والجدي الذي يجب أن يفتح، وبعدين توا معناها كيف تشوف كيف يولي هذا الموضوع مبلور بشكل واضح وبدون معناها حسابات حزبية أو قطاعية معينة ونستحضر معناها الثوابت. ويبدو لي احنا في المرحلة هذه بدينا حتى الثوابت الوطنية اللي والرافعات الوطنية اللي ترفعت بعد ثورة 17 ديسمبر خليناها ورانا، وبالتالي هذا هو اللوماليز العطالة السياسية اللي تعيش فيها تونس. وبطبيعة الحال أنا نعتقد وأنه حالة الارتباك الحاصلة على مستوى الفريق الحكومي واللي بلغت درجة معناها فهمتني مخيفة جدا في التعامل بين الوزراء ورئيس الحكومة وفي علاقة بالملفات، خلت معناها رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية والمتابعين للشأن العام من أحزاب ومنظمات تعبر عن قلقها إزاء هذه الظاهرة وهذا المأزق. وقال حسين العباسي منذ أكثر تقريبا من شهر وشهر ونص وأنه ملامح أزمة سياسية بدأت تظهر للعيان في تونس، ومن
طبيعي جدا الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره معني بالشأن الوطني وسيكون كذلك اليوم وغدا. فيهمنا كيفاش نعالجوا هالأوضاع هذه. طريقة المعالجة نعتقد وقلنا وأنه فكرة حوار حول حكومة وطنية لها قاعدة واسعة من التوافق من الأحزاب المختلفة مهمة جدا، ولكن تبقى مفروغ معناها من محتواها إذا كان ما تكونش مؤثة برؤية استراتيجية حقيقية تستجيب لتطلعات كل التونسيين والتونسيات. وإحنا في الاتحاد سنشارك في الحوار في تأثيث هذه الرؤية الاستراتيجية. مشاركتنا في الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر، يعني ممكن تشاركوا نحن بشكل غير مباشر. لا إحنا معناها لم نتوقف عن المساهمة الوطنية في مصلحة بلادنا، وهذا الدور الوطني لم نتوقف عن القيام به ولو للحظة واحدة. ولكن طبيعة المشاركة الوطنية هذه تختلف من موقع إلى موقع ومن الحزب إلى المنظمة. هناك فرق من بين دور الحزب ودور المنظمة أو الجمعية، ونحن دعاة التأسيس للفكرة وللثقافة التشاركية الديمقراطية التي توسع قاعدة المشاركة أوسع الناس في رسم ملامح بلادهم. واضح سي هشام، مع فكرة إطلاق حوار لوضع ملامح هالحكومة هذه وبرنامجها والتشاور في هذا الخصوص مع مختلف الأحزاب والمنظمات مع الفكرة؟ بطبيعة مع الفكرة هذه، كل ما هو حوار وخاصة في المخصص المبادرة هذه احنا مستعدين في أقرب وقت باش نتحاوروا احنا بين بعضنا كاتحاد صناعة وتجارة وصناعة تقليدية، ونتحاوروا مع الأحزاب ومع شريكنا الاجتماعي. تحطها منظمة الأعراف فما شروط؟ شروط لا، احنا متفتحين، احنا الشرط هو البلاد تقدم ونحلوا مشاكلنا وثم حاجة اللي هي واضحة اللي تقييم الوضع العام تاع البلاد اللي كلنا متفاهمين فيه. الحلول نعرفوها بصراحة، معناها صاروا برشا حوارات. انت تعرفها؟ لا لا سامحني، ثم الاستشاره الوطنيه للتشغيل خرجت معناها مبادئ ايوه، حكيت على مبادئ اي افكار ومبادئ، معناها ثم اجراءات اقترحتهم هذه الاستشاره. كذلك ثم خطه وطنيه للتصدير اللي هو من اهم محركات النمو، واحنا كلنا نعرفوا اللي نسبه النمو ضعيفه برشا، معناها يلزمنا نقدمه في الميدان هذايا. يلزم يكون عندنا ثقة ما بيناتنا زادة، معناها الأطراف الكل، النقابات معناها الشركاء الاجتماعيين والأحزاب السياسية، معناها يلزم ما نضربوش بعضنا، يلزم معناها الهدف بتاعنا الأول هو مستقبل البلاد والإنقاذ البلاد وخاصة نجاح الانتقال الاقتصادي. احنا نجحنا بالحوار بطريقة أخرى تقول خليوا خلافاتنا جانبا ونهتموا بمصلحة البلاد. المهم ناخذ المسؤولية نتاعنا، كل طرف في الميدان نتاعو، السياسيين، النقابيين، الأعراف، كلنا، كل واحد ياخذ المسؤولية نتاعو، وإحنا متفاهمين في التقييم نتاع الوضع العام والأزمة اللي عايشينها توا، يلزم الكلنا مع بعضنا من أجل تونس، ونبعدوا على الصراعات زادة. قاعدين نشوفوا توا في البلاد برشا صراعات قاعدين يصيروا اللي هما يضروا. وكل ما هو زادة يدمر الاقتصاد، خاطر ثم برشا حاجات صاروا في البلاد في الخمس سنين هذوما اللي ضروا البلاد وضروا معناها الاقتصاد وضروا التشغيل، اللي احنا يلزمنا تو كي نشوف انا تو من بعد الثوره معناها نسبه النمو مقارنه بالخمس سنين قبل الثوره 3% اقل، كنا معدل 4.5% الخمس سنين قبل الثوره، بعد الثوره تو منذ خمس سنين عندنا معدل نتاع 1.5% اللي هو معناها 3% اقل من اللي كان قبل. وتوا المخطط نتاع 2016-2020 فيه برنامج باش يوصلنا بعد خمس سنين ل 5%، معناها باش نقعدوا 10 سنين باش نرجعوا كما كنا في 2010. معناها تو عملنا خمس سنين نسبة نمو ضعيفة برشا 1.5%، وعاملين مخطط معناها خارق للعادة باش نوصلوا بعد خمس سنين ال 5%، معناها هذايا مشكلة كبيرة برشا. معناها بعد 10 سنين باش نرجعوا كما كنا معناها قبل الثورة. أنا هذا نراه مشكل كبير.
ويلزم يلزم معناها رجة كبيرة في البلاد. سي سفيان بسرعة لأنك باش تقعد معنا في الجزء الثاني قبل ما نختم الجزء الأول مع نوردي. أنا بسرعة حبيت برك نثمن المواقف الإيجابية لكل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، وهذا مش غريب على زوز منظمات الوطنية ودورهم التاريخي اللي ساهموا فيه في كل المحطات الصعيبة اللي عاشتها البلاد، عاشتها تونس من قبل الاستقلال إلى بناء الدولة إلى كل الفترات منذ الثورة مرحلة الحوار الوطني، معناها كل في كل ما تونس استحقت هالمنظمتين هذوما إلا ما لقاتها، وهذا موقف إيجابي ولعل يذكرنا حتى المواقف الإيجابية تكون مترجمة واقعيا ونحسوها واقعيا وقت اللي يكون فما توافق بين كل الأطراف. هذا علاش احنا تو لينا متاكدين ونتاكدوا انها بحول الله المبادره نتاع السيد رئيس الجمهوريه بحكومه وحده وطنيه باش تلقى نجاح ما دام فما الدعم الموجود لها من بالردود الافعال الاوليه هذه. باهي خلينا نزيدوا نشوفوا مواقف الاحزاب السياسيه بعد شويه في نستقبلوا سي عبد اللطيف المكي قيادي بحركه النهضه وسي جيلان الهمامي قيادي بجبهه الشعبيه. نردي نختموا الجزء الاول. نعم هو فقط زوز ملاحظات، الملاحظه الاولى اعتقد ايضا انه حكومه السيد حبيب السيد كان هناك تقييم يعني على الاقل ايجابي لاداها، هذا ما ننسوه وما ننسوش نقطه مهمه هو انه برنامجها واولوياتها حظي بالمصادقه بالاغلبيه في مجلس نواب الشعب. يعني انا اذا كان يجي اليوم سي سفيان باعتباره اليوم ممثل عن او رئيس كتله نداء تونس وتحديد اولويات البرنامج القادم به سيدي حبيب السيد حظي بالاغلبيه في مجلس نواب الشعب. اليوم ايضا هناك برنامج كامل يعني قدمت حكومه السيد حبيب السيد بتاع مستوى خمس سنوات 2016-2020 ايضا حظي بالاغلبيه. خلينا نكون واضحين، اليوم حكومة واحدة وطنية أو مصلحة وطنية ما ثم حتى ولا خلاف في النقطة هذه، وضروري البداية تتطلب هذه المرحلة، لكن احنا الآن تحت عنوان مهم هو الحوار للوصول إلى هذه الحكومة. هذا الحوار يتطلب آليات، يتطلب من يرعى هذا الحوار، واعتقد هو الخوف، كل الخوف هو انه يطول. عندنا تجارب في الحوار في تونس، حتى الحوار الوطني اللي أشرف عليه الرباعي في الحقيقة خذا من الوقت الكثير للوصول إلى خريطة الطريق، خذا من الوقت الكثير وربما ذلك الوقت الكثير أضاع البلاد. اليوم احنا متفقين في تشخيص وضع البلاد يتطلب خطوات عاجلة، لكن شنو اللي يضمن أنه هذا الحوار سيتم بالسرعة المناسبة ويتم اتخاذ، لأنه خلينا نكون واضحين اليوم على الأقل من خلال التصريحات صحيح أن هناك تثمين وهناك مواقف إيجابية هذا لابد أن نثمنه، لكن أيضا في علاقة بالحوار هناك خوف أنه يطول، وفي ظل هذه الوضعية مع انعكاسات ذلك على الإدارة، مع انعكاسات ذلك أيضا على أداء بعض الوزراء. نعم باش نشوفوا كما قلت مواقف الأحزاب السياسية، وبعد شوية نستقبلوا سي عبد اللطيف المكي وسي جيلاني الهمامي، ونواصل معك سي سفيان طوبال. شكرا لك سي سمير شفي أمين عام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل على حضورك معنا، شكرا لك سي هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية على الحضور أيضا معنا، وننتظر موقف المنظمة من هذه المبادرة، الموقف الرسمي طبعا. زميلتنا إيمان السيد توجهت لزملائنا الإعلاميين حول حدث الأسبوع، نشوفوهم ونرجع نستقبلوا ضيوف الجزء الثاني. أبرز حدث هو ومدافعة شرسة عن حرية التعبير وحرية الإعلام. الموضوع الثاني اللي نحب نحكي فيه كانت تحب تهيمن على الإعلام. أبرز حدث هو عاشته الساحة الإعلامية والساحة الوطنية هو كان في بداية هذا الأسبوع، هو حدث مؤسف نوعا ما، هو فقدان لنقيبة الصحفيين السابقة نجيبة الحمروني. نجيبة الحمروني اللي ناضلت برشا في القطاع الإعلام معروفة بنضالاتها، وقفت إلى جانب الصحفيين. بالحق حدث مؤسف برشا اللي ريناه احنا نهار الاثنين، تضامن كبير برشا مع الصحفيين، حضور وجوه إعلامية وسياسية كبيرة برشا. فقدان معناتها نقيبة الصحفيين السابقة ومدافعة شرسة عن حرية التعبير وحرية الإعلام، النقيبة وسنبقى نناديها نقيبة لأن تحتفظ بهذا الشرف، نجيبة الحمروني اللي فارقتنا معناتها بعد مرض ألم بها. احنا ما نقبلوا إلا نترحموا عليها في المناسبة هذه، وربما الذكريات هنا نشوف شريط من الذكريات، لأنه ربما تعيشنا في فترة تعرض فيها الإعلام إلى هجمات كبيرة برشا، سواء قبل الثورة معناتها بسنوات، خاصة خلال الانقلاب اللي صار من أجل
ربما تركيع نقابة الصحفيين، وثانيها عن مواصلة معركتها من أجل حرية الإعلام وحرية القطاع. نجيبة كانت إنسانة استثنائية بكل المقاييس، سواء كانت تضبطك بها معرفة يعني سطحية أو معرفة عميقة، كنت من أصدقائها أو فقط من منظورها كمنخرط في النقابة. نجيبة كانت امرأة استثنائية، كانت مناضلة شرسة، من الناس اللي اليوم إذا كنا نعموا أحنا بحرية التعبير وحرية الصحافة، راو نجيبة ومن معها هما اللي حماوها من انتكاسة في 2011 و2012 بعد ما اكتسبناها بعد الثورة. فالوقفة اللي وقفتها نقابة الصحفيين في تلك المرحلة، الوقفة اللي وقفتها نجيب الحمروني في تلك المرحلة، ما نجم حد ينساها. فما زوز إضرابات 2012 و2013 لأول مرة في تاريخ الصحافة التونسية يصيروا، ويصيروا بنجاح كبير وبإجماع كبير، معناها من مختلف الحساسيات والقطاعات اللي في علاقة لا فقط بحرية التعبير، وإنما في علاقة ب استكمال مسار الثورة في تونس والتشبث بهيك المطالب متاع الحرية والكرامة الوطنية. فكانت فترة حساسة صعيبة جدا. للأسف في الفترة هذيك كان الهجمات الكبيرة اللي تعرض لها المكتب التنفيذي كانت موجهة رأسا لنجيب الحمروني. كانت فما ناس ربما رافضة انه نجيب الحمروني المرأة هذه اللي جات واحدة واحدة بمبدأها، بثباتها على مبادئها، بعدم تنزلها حتى على ذرة من حقوق الصحفيين المادية والمعنوية، وصلت ولات رئيس نقابة ولما تحولها كل هذا الإجماع كما قلنا الوطني من المنظمات ومن النشطاء. الموضوع الثاني اللي نحب نحكي فيه اليوم، اليوم غدة جوان، يعني خلينا نقول صفحة جديدة تطويت، وصفحة قديمة عفوا تطويت وصفحة جديدة فتحت فيما يتعلق بالإيقافات والإيقافات التحفظية. اليوم يدخل حيز النفاذ مشروع القانون أو القانون المتمم والمنقح لمجلة الإجراءات الجزائية، واللي نص على كونه في حالة الجنح حتى في حالة التلبس التامة الأعوان المتمتعين بالضبط العدلية ما عندهمش الحق يتحفظوا على متهم أكثر من 48 ساعة إذا كانت جناية أو جريمة، أو 24 ساعة إذا كانت جنحة. يعني من اليوم ولدك وقت اللي يتوقف في جنحة أو في مخالفة صغيرة في الشارع، سواء كان عنف وإلا تعاطي بعض المخدرات ولا غيره، راهو ما يتوقف إلا 24 ساعة، أو إذا كانت في جريمة اتجار ولا استهلاك ممنوعات أو غيره مثلا، وإلا سرقة موصوفة أو غيره، فإنه ما يتم التحفظ عليه إلا 48 ساعة. حاجة أخرى وهي نعتبرها بذات القدر من الأهمية، عند باحث البداية ما عادش تتكلم بموجب القانون هذا اللي تخلي اليوم حيز النفاذ، الشخص اللي تم إيقافه يتكلم إلا في حضور محاميه، وأيضا على الأعوان اللي قاموا بالقبض عليه إنهم يفهموا تهمته شنو، علاش تم إيقافه، قداش المدة اللي بيش يتم إيقافه فيها، وين بيش يتم إيداعه، وما يتكلم ما يجاوب على هذه الاتهامات سواء كان بريئا أو متلبسا كما قلنا إلا بحضور المحامي متاعه. إذن حكومة الوحدة الوطنية وموقف الأحزاب السياسية منها. ومعنا سي عبد اللطيف المكي القيادي بحركة النهضة، أهلا وسهلا بك سي عبد اللطيف. معنا أيضا سي جيلاني الهمامي ناطق رسمي باسم حزب العمال، أهلا وسهلا بك. ويواصل معنا سي سفيان ونور الدين محلل البرنامج. كما قلنا مبادرة طرحها البارح رئيس الجمهورية، نذكروا في حوار حصري مع القناة الوطنية مع زميلنا إلياس الغربي. نشوفوا تقرير ثاني حول المبادرة هذه ونبدأ حوارنا مع ضيوفنا الكرام. رئيس الجمهورية البيجي قائد السبسي في حوار ليه على القناة الوطنية لولا اعتبر دعوة بعض الأطراف المؤتمر إنقاذ وطني مش في محلها، باعتباره أنه تونس ما وصلتش لوضع يستدعي الإنقاذ على حد تعبيره. وقال أنه حكومة الحبيب السيد واجهت نقص في مداخيل الموارد الأساسية وأولها الفوسفات بقيمة 5 مليار دينار، كما تراجع إنتاج الغاز والنفط اللي ما عادش يغطي سوى 55% من الاحتياجات الوطنية. الجانب تضرر مداخيل القطاع السياحي بسبب العمليات الإرهابية، وين نقصت ب 1766 مليار إضافة لكلفة الوضع غير المستقر في ليبيا واللي تقدرت ب 4 مليار دولار. وقال البيجي قائد السبسي أنه تونس صدرت سنة 2010 بما قيمته مليار و210 مليون دينار من الفوسفات، وهي أرقام عرفتنا سقط تنازلي كبير خلال السنوات الأخرى. وأقر قائد السبسي بوجود تأخير في عمل الحكومة، وأرجع التأخير هذا لعدم تنفيذ القوانين وتطبيقها بدرجة أولى، ودعا لضرورة تنفيذ القوانين.
وفي حديثه على أسباب تعطيل ترسيخ البناء الديمقراطي قال إنه السبب هو عدم التقيد بالضوابط في ممارسة حقه ومكسب حرية التعبير في ظل انفجار المشهد الإعلامي والحزبي. وأكد إنه البلاد مش في حالة عادية وإنما هي في حالة انتقال ديمقراطي. وفي تطرق الأسباب بطء وتأخر عملية البناء الديمقراطي، انتقد رئيس الجمهورية أسلوب بعض أطراف المعارضة في التعاطي مع الوضع ومع الحكومة القائمة، وأكد على إنه المعارضة في النظام الديمقراطي الانتقالي ما تنجمش تكون ديما احتجاجية، وشدد على ضرورة تجنب المعارضة اللي تقوم على المواجهة والمصادمة والاحتجاج. إذن مجموعة من الأرقام تحدث عليها رئيس الجمهورية، ولكن قبل هذا خلينا نشوف موقف الأحزاب على الأقل اللي حاضر معنا. فما مجموعة من الأحزاب مش تحكيوا على مواقفها تباعا حول هذه المبادرة. سي عبد اللطيف، موقفكم من مبادرة رئيس الجمهورية، هل تم التشاور أو هل كان فما حديث مع حركة النهضة حول المبادرة هذه، خاصة وأنه فما لقاء جمع الأستاذ راشد الغنوشي برئيس الجمهورية ذل قبل يومين؟ بارك الله فيك. معنا احنا في أدبياتنا السياسية من نجم إلا نكون مع أي مبادرة توسع القاعدة السياسية للحكومة في مرحلة بناء الديمقراطية، ولذلك بصورة تلقائية احنا مع الحكم الائتلافي، وربما أرقى درجات الحكم الائتلافي أن حكومة وحدة وطنية تجمع من كل الأطراف الفاعلة، من هذا من حيث المبدأ. وربما رئيس الجمهورية يعرف شيء هذا عند حركة النهضة، وكما قال هو أنه أجرى معناها مشاورات في الموضوع واشتق منه شيء. هذا الشيء الذي اشتقه معناها مبادرة حكومة وحدة وطنية ربما في تفاصيلها لم يستشر، وقد يكون يعني غير مفيد الاستشارة باعتبار أنه المبادرة الآن توضع بين يدي كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين باش يتسالوا باش يدقوا باش يوضحوا باش يشوفوا مدى الواقعية متاعها. ربما اللي فاجأ فيها هو التوقيت، لأنه الناس تقول احنا داخلين على شهر رمضان ويجي بعده صيف اللي هي فترة نسبيا يعني وتيرة العمل السياسي معناها تنخفض نوعا ما، وتكون فترة نظر داخلي لدى الأحزاب لدى الحكومة إلى غير ذلك. كان كذلك يعني نوع من الاتفاق كما ذكرتوه في الحصة الأولى من الجزء الأول متاع البلاتو، أنه ربما الآن مش مطروح تغيير السيد الحبيب الصيد، والمبادرة البارح ما قالتش بتغيير السيد الحبيب الصيد، وقال أنه رئيس الجمهورية قال ممكن أنه يواصل كيف ممكن وأنه ما يواصلش، يعني على كل إمكانية. يعني على كل احنا بالنسبة لنا مبدئيا في مرحلة انتقالية، مرحلة بناء الديمقراطية، ما زالت المؤسسات الدولة لم تصغ وفق المنطق الديمقراطي وما اكتسبتش قوتها يعني في المنظومة الديمقراطية. قضية التعاون في تطوير الوضع الاقتصادي والتنموي في البلاد، قضية التعاون في بناء تونس الجديدة مثل ما تصورها معناها الدستور، مهمة جدا لأنها تقلص ربما من التجاذبات، لأن ربما تدفع مختلف الأطراف إلى شيء من الواقعية في مقترحاتها أو في آرائها أو في موقفها. ننظر ماذا يمكن أن رغم اللي هو يعني ربطها رئيس الجمهورية بشرط، أن يقول الشرط الأساسي هو وجود الاتحادين، وجود المنظمات. أولا ثم اتحاد آخر كبير، اتحاد الفلاحة، هو غايب، لأنه إذا كان تحكي على تغيير منوال التنمية والأمن الغذائي وتعمير الريف وتأمين المناطق الحدودية وتحسين الميزان التجاري وميزان الدفعات، من اتحاد الفلاحين هو بيس متريس في هذا الكل، قد يكون يعني هذا سهم. ثانيا هذا الشرط قد لا يتحقق، لانه كما شفنا توا تقريبا اتحاد الشغل تنجم حكومه الوحده الوطنيه تكون حكومه وحده وطنيه في الفريق، وتنجم تكون في البرنامج، وتنجم تكون يعني في الزوز. الى حد الان كانوا ثم احتراز، مانيش ناطق باسم اتحاد الشغل، على ان يكون يعني في الفريق. هذا الشرط صعب ان يتحقق. ليه هو تحدث هو كما كنت تسمعوا فيه، هو تحدث عطى الاسباب شنو، لكن قالوا انه ممكن وانه تكون فما مشكله غير مباشره. حتى المقارنه بمرحله الاستقلال
في مرحلة الاستقلال الاتحاد العام التونسي للشغل كان ممثل في الديوان السياسي للحزب واتحاد صناعة والتجارة. احنا حكينا على الدور الوطني للاتحاد وننكروا حد في يعني باسم كان وقتها ثم نظرية سياسية عند بورقيبة هي نظرية الوحدة القومية وأن الناس كلها يعني موجودة وممثلة في الديوان السياسي وتحكم إلى غير ذلك. على كل يعني ننظر ماذا ترى تزيد تتوضح المواقف لأنه هذا مهم جدا أنه الأحزاب والمنظمات ما تعطيش إجابات فورية وقطعية دليل على أنها عندها مؤسسات وترجع إلى مؤسساتها باش تنظر وتزيد تدقق الموقف نتاعها. أنا نعرف أنه غدوة يظهر لي فما اجتماع المجلس شورى حركة النهضة يظهر لي للحديث حول المبادرة هذه، لكن أنت قبيلة توا كنت تحكي على رئيس الحكومة الحبيب السيد وسؤال يطرح مصباح للقياديين في حركة النهضة حول تمسك الحركة بسي الحبيب السيد على رأس الحكومة، وانا نعرف وانه صار لقاء اليوم بين الأستاذ راشد الغنوشي وسي الحبيب السيد. صحيح صار لقاء، يعني علاش اللقاء؟ هل بخصوص المبادرة هذه؟ شنو صار معناها اذا كان نجم كان مبرمج كان مبرمج قبل مبادرة رئيس الجمهورية وكان سيتحدث في ملفات يعني عادية وطبيعية، لكن تم التطرق مسألة مبدئية أنه حركة النهضة لحد الآن ليس لها طلب لتغيير السيد الحبيب السيد. رئيس الجمهورية نفسه قال ينجم يواصل، لكن رئيس الجمهورية ما ينجمش يقول يلزم يواصل لأنه المسألة متعلقة بالأطراف اللي باش تدخل، وبالتالي بالضبط كان في غاية الاحترام لشخص السيد الحبيب السيد. هو نفسه السيد الحبيب السيد أكد قال أنا نأدي في هذه المهمة كجندي، ما أنا دعيت لأداء هذه المهمة، يعني ما عندوش طموح سياسي إلى غير ذلك، وعلى ذمة الوطن يجب أن يحظى بالدعم إلى آخر لحظة، ولما لا أن يقود حكومة الوحدة الوطنية؟ هذا متعلق بمختلف الأطراف اللي مش تشارك. سي جليل، موقفكم من المبادرة، موقف حزب العمال والجبهة الشعبية بشكل عام من المبادرة هذه؟ هو شوف الساعة في البداية أنا يظهر لي الإعلام قاعد يعمل في حاجة نعتقد ما يشفي بلاصتها. فسرا أنا في رأيي مناش أمام مبادرة. الحقيقة كلمة مبادرة أكبر من التصريح نتاع السيد من هذا المقترح خلينا نقول. بس خاطر السيد رئيس الجمهورية البارح ما قدمش مبادرة. السيد رئيس الجمهورية عمل تصريح سياسي عمل فيه تقييم للوضع، وحتى الموقف من الخروج من الوضع قال أنا مراش مانع. مراش مانع، ما قالش أدعو بصورة صريحة إلى حكومة وحدة وطنية مكان هذه الحكومة. وهذاك علاش معناها هو قدم مقترح وخلى الأطراف الكل باش تتناقش فيه. سئل على الحل، معناها ما إذا كان مطلوب تكون حكومة وحدة وطنية قال مراش مانع. مراش مانع أن تكون حكومة وحدة وطنية، والتفاصيل الإجابة فيما بعد معناها التبعات الموقف هذا ما ثماش معناها التفاصيل، بدليل انه الى حد الان مازال ماهوش واضح يعني التمشي في هالتصريح السياسي هذا كيفاش باش يكون. هذا اولا. دونك انا في اعتقادي ماناش برشا امام مبادره حقيقيه بالمعنى الحقيقي للكلمه، بقدر ما ثم معناها فكره او تصور من رئيس الجمهوريه للخروج من الوضع الكارثي اللي تحدث عليه. الامر الثاني، أنا أعتقد أنه من ناحية التوقيت المبادرة هذه أو معناها الموقف هذا جاء في الحقيقة في وقت نسبيا وقت خايب، خاطر منا حامية ومنا تحرق. إذا كان توا احنا داخلين على شهر رمضان ثم داخلين على شهر الصيف، إذا كان مش نطلقوا في حوار حول معناها تركيبة الحكومة حول برنامجها ومعناها أمورها بصفة عامة، يعني الحوار هذا ينجم ياخذ وقت، وما اعتقدش انه بسهوله باش الناس تتفق معناها على اللهم الا اذا كان باش يكون حوار معناها شكلي او باش يكون حوار حول عناوين عامه. باش تكون الحكومه وقتها اقرب الى نوع من المحاصه. اذا كان باش يكون حوار حول برنامج حكومي باش ياخذ شويه وقت، باش ياخذ شويه وقت في الاثناء معناها باش الحكومه الحاليه باش تتحول الى حكومه معناها تصريف اعمال اكثر منه شيء اخر. بحيث اذا كان زربنا باش نطيحوا في معناها نوع من المحاصه، واذا معناها اخذنا وقتنا باش ننظروا في
معناها في البرنامج هذايا، من الجهه الاخرى باش نلقاو رواحنا معناها باش يضيع برشا وقت في ظروف اللي الاوضاع معناها الاوضاع سيئه ونجم يكون الوضعيه نتاع الحكومه فهمتي في حد ذاتها كحكومه نتاع تصريف اعمال هي بيت تزيد تعطي الانطباع وزيد تبث ما يفيد معناها مزيد من الـ معناها الارتخاء ومزيد معناها من الضياع معناها الاوضاع نتاع البلاد. شنو الموقف احنا بالنسبه لنا الجبهه؟ اول حاجه نحبوا نسجلوا وانه رئيس الحكومه اعترف وانه ثم فشل في رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه اعترف بعد عام واربع شهور اللي ثم فشل واللي ثم معناها تباطأ واللي الحكومه ما حققتش الاهداف اللي كانت مرجوه منها. علما انه اربع شهور التالي كان يرد على الجبهه الشعبيه وعلى غير الجبهه الشعبيه في الموقف اللي قالت الجبهه الشعبيه بعد عام من الحكومه ان الحكومه هذه فاشله وما حققتش الاهداف نتاعها. كان يقول لا الحكومه ما فشلتش وانتظروا الحكومه اعطيوها الوقت خليها تخدم وبامكانها باش تنجح. اليوم رئيس الحكومه اعترف بالفشل. الحاجه الثانيه رئيس الحكومه اعترف اللي رئيس الجمهوريه سامحني اعترف ان الوضع خطير ولابد من حل. ولكن اللي ناقص واللي هو نعتبره هو الاساس شنو اسباب الفشل؟ علاش حكومه سي حبيب الصيد فشلت؟ احنا انا نعتقد وان سي حبيب الصيد قام بمجهود كبير باش يحاول يحقق برنامج ما بين ظفرين، برنامج وقت قدم هنا في البرلمان وقدمه امام وسائل الاعلام مجموعه نتاع عناوين، مقاومه الفساد تكلم عليها سي حبيب الصيد، مقاومه التهريب تكلم عليها، القطاع الموازي تكلم عليه، الاستحثاث معناها المشاريع المعطله تكلم عليه الى اخره، قدم برشا عناوين سي حبيب الصيد، ولكن مع ذلك هل التصور العام هذا ما مشاش ما نجحش. فاذا المطروح هو والمفروض كان على رئيس الجمهوريه انه يفهم الشعب التونسي شنو هي اسباب الفشل. علاش فشلنا؟ خاطر قبل ما نبدا نفكروا في حل لازم يكون عندنا دياغنوستيك دقيق. ما كانش باش نعملوا حل بناء على تقييم عام، باش نعملوا حل عام. وفي الحل العام ماناش باش نخرجوا من الوضعيه. احنا اذا اللي الحاجه نشوفوها اكيده وملحه هو انه نتفق على اسباب هذا الفشل وشكون المسؤول على هذا الفشل. وشكون المسؤول على هذا الفشل؟ الخطر اذا عرفنا الاسباب نجم وقتها نلقاو الحلول. واذا كان عرفنا شكون المسؤول فهمتني نعرفوا الى اي مدى هو مازال مؤهل باش نجم يلعب دور في الحل ولا ما يلعبش دور في الحل. الحاجه الاخرى هو بالطبيعه رئيس الجمهوريه قدم بديل عام حكومه وحده وطنيه، ولكن الوحده الوطنيه معناها شو نقول لك هذا كلام واللي يتردد الى درجه انه احيانا ولا يقصد به معناه الحقيقي والمعنى المضاد لمعناه الحقيقي. اليوم شو معناها وحده وطنيه؟ كان وحده وطنيه ان نجمع الناس كل مع بعض، هذا وارد وممكن تتجمع الناس كل مع بعضها، ولكنها وحده ليست وطنيه، هذه وحده احزاب واطراف ومجموعات الى اخره ما نشكوش في وطنيتهم سواء كانوا احزاب او منظمات، ولكن هذه احزاب واطراف سياسيه باش تتحد مع بعضها على ماذا؟ على ما يخدم الوطن او ما لا يخدم الوطن. اذا القضيه الوحده الوطنيه عندها مضمون، مضمون معناها عندها برنامج، والبرنامج ابعد ما يكون على اللي قاله رئيس الجمهوريه البارح. رئيس الجمهوريه البارح اعطى عناوين عامه، قال الاولويه معناها للمرحله الانتقاليه هذه سلطه الدوله وهيبه الدوله واحترام الحريات الى اخره، مكافحه الفساد ومقاومه الارهاب هذا مش جديد. سي حبيب الصيد قالوا قبل وقال خير منه وقال اكثر منه في الدنيا، ولكن ما مشاتش، ولكن النتائج ما كانتش موجوده بالشكل اللي يكون اليوم مع انه سجلوا لاول مره رئيس الجمهوريه يتكلم على الفساد ويعترف اللي ثم ظهرت فساد في 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 تونس. اذا المطلوب اليوم شنو؟ المطلوب انه نتفقوا على التقييم، شوفوا الاسباب علاش، خاطر باش نجموا نفهموا في المستقبل ما نجموش نمشوا هكاك معناها باتفاقات هلاميه، شوفوا شنو الاسباب الحقيقيه. معناها نقاش الخيارات باش نقدموا الخيارات البديله، الخيارات البديله بإيجاز. الدوله اليوم عندها عجز نتاع فلوس. معناها خلينا نتكلموا بعيد على السياسه، نتكلموا بالكلام العادي. الدوله اليوم الكاسه ناقصه. وفي الظروف هذه بطبيعه الحال الدوله ما تنجمش تعمل مشاريع وما تنجمش تستجيب للطلبات الاجتماعيه. واذا كان ما عملش مشاريع اذا ماهيش باش تحل مشكله التشغيل وبرشا مشاكل اخرى ماهوش تحلوا.
اذا باش توجد احتقان اجتماعي. الاحتقان الاجتماعي باش يكون هو القاعده اللي يتفشى فيها معناها الارهاب، وهل الدوره معناها الخطيره هذه تبقى موجوده. اذا المطلوب شنو؟ مجموعه نتاع اجراءات، معناها توجهات كبرى ولكنها مجسده في اجراءات في برنامج حكومي فيه اجراءات ملموسه اقتصاديه. باش نعمل في الاقتصاد؟ وهذا المفروض اللي باش تتفق عليه جميع الاطراف، هو ما عطاش حتى برنامج، لكن قال هذايا ما تروح امام كل الاطراف. سي سفيان، انا تو والله سمعت زميلي سي جيلاني، معناها ما فماش اختلاف تو حتى حسب الخلاصه اللي خرج بها في الاخر واللي حكاه الكل، معناها هذا جاء في مبادره. ونزيد نعاود ناكد مبادره السي باجي قايد السبسي رئيس الجمهوريه، لان المبادره كي نعملوا تقييم وتشخيص ثم نحكيوا على اهم العراقيل ثم نعطيوا مقترح ونعطيه تغيير الاولويات، شنو ما ناقص على مبادره هذه كيف في النقطه الاولى. النقطه الثانيه حكايه التوقيت، حكايه التوقيت انت بدي قلت هو جاي شهر رمضان وجاي الصيف، اذا ما تكونش اليوم الحكومه الجديده عندها وقت زاد باش نجم نحضرها ونحضر لها برنامجها. اليوم اعز وقت هو الوقت هذا، خاصه في الوضع اللي كنت تحكي عليه انت. اليوم الحكومه كانت حاطه نسبه نمو انه يوصلوا له 2%، اليوم نسبه النمو تجمدت وما نجموش نوصلوا ل 2%. واش معناها ما نجموش نوصلوا 2% نمو؟ معناها الدوله ما عادش تنجم تدخل فلوس، والدوله ما عادش تدخل فلوس معناها احنا اللي صدقنا عليه في قانون الماليه 2016 ال 6600 ما عادش كمل العام. ما نحكوا هكا بالارقام، الحوايج الصحيحه اللي صايره اليوم. الميزانيه معناها نتاع الدوله اللي صدقنا لها في قانون الماليه 2016 غير قادره اليوم في الوضع اللي ما فماش نمو وما فماش فلوس داخل الدوله، ما عادش قادره. دونك الى متى نقعدوا نستنوا لين صايي يخرج وزير الماليه يقول نعلنوا الافلاس؟ يلزم حاجه تصير. واليوم نقارنوا، علاش نقارنوها بمرحله ما قبل الاستقلال والمرحله الاولى نتاع الاستقلال وبناء الدوله؟ لان اليوم عباره حطينا في نفس الوضعيه هذه. يا الناس الكل باش تحط يدها في دين بعضها ونصارحوا بعضنا بالوضعيه اليوم الاقتصاديه اللي هي كما كنت تحكي هي دوره كامله اقتصاديه اجتماعيه امنيه كل تاثر على بعضها. الارهاب يؤدي الفساد، والارهاب يجي عشش كده بمناخ اجتماعي متوتر، معناها هي كلها مربوطه مع بعضها. اذا ما نحطوش اهم الاسباب هذه، وراه حتى السيد باجي ما قالش الحكومه راهي فشلت، قال الحكومه خدمت لكن النتائج ما ثماش، واعطى الاسباب النتائج ما ثماش. هذاك علاش قال اليوم لتفادي كل هالاشكاليات هذه اللي ما خلتش تكون فما نتائج طيبه، يلزم تكون فما حكومه وحده وطنيه تحط فيها الناس الكل يدين بعضها. ذكر المنظمات الوطنيه، ذكر الاحزاب، ذكر حتى شخصيات وطنيه، يلزم الناس الكل اليوم تتكاتف بلغه المصلحه الوطنيه، والمصلحه الوطنيه ما تنجم تكون في الوقت الحالي الا في حكومه وحده وطنيه. لا ما انت ناسي حاجه، سلباجي كي تسال على بعض التفاصيل قال لا الاختيارات هذيك مش مس، الاختيارات الموجوده في المخطط 2016 2020 لا الاختيارات هذيك ما فيهاش مساس، معناها بلغه اخرى الاختيارات والتوجهات الاقتصاديه الموجوده التدين والتعويل معناها على القطاعات الهشه وعدم معناها انعدام التنميه معناها في الجهات والتعويل على الخارج الى اخره الى اخره، معناها نموذج التنميه القديم هذاك ما فيش مساس. هو حتى علاش ندعو الحوار حتى بالبرنامج هذا الكل باش يصير في اطار الحوار؟ مو هذا شوف برنامج موحد ووحده وطنيه، معناها فما برنامج باش تقعد عليه الناس الكل على طاوله وتناقش بالنقطه بالنقطه وتغيير. هو اعطاه ديجا كي يقول لك تغيير الاولويات، كي باش نحكوا على تنميه جهويه ولا باش نحكوا على تشغيل؟ كي باش نتحاوروا تجي سي جيلاني يقول والله راه بالطريقه هذه احنا ماناش باش نحلوا مشكل التشغيل ولا ماناش باش نعملوا منوال تنموي، مو هنا باش يصير الحوار. هذاك علاش قلنا الحوار ونحاولوا صحيح كما كانوا يحكوا حتى الزملاء اللي كانوا قبل حاضرين في الاستديو يمثلوا المنظمات الشاغله والاعراف، يقول لك معناها ما يلزمش نطولوا في حكايه هذه. صحيح مش معناها ما نلزمش نطولوا معناها باش نزلوا المحاصره الحزبيه، ما يلزمش نطولوا باش ما نلقوش الفتره كما اللي وقع فيها انشاء الحكومه الاولى شد 3 شهور راهو ياسر 3 شهور. اما ظهر لي ما نظنش كان نجموا نفوتوا شهر في اطار حوار الناس كل تعرف الوضعيه نتاع البلاد، تحط كارت شير تابل نحكوا بصراحه هاي الوضعيه اليوم في البلاد وين وصلت، شنو هي اهم الحلول. اما ما نظنش كان واحد يجيب له حل ويقتنع به اللي هو باش يمنع البلاد اليوم ما يمشيش فيه، وما اللي ما يخممش يروحوا يخمم حتى في صغار اورتو احنا حتى نمنعوا رواحنا مش صغارنا، خايف لنوصلوا سيتياسيون اليوم سيتياسيون ما نظنش كان باش نوصلوا كيفها كريتيك. باهي نرجي مش نرجي هو انا باش نبدا من الاخر، هو ثم حاجه ما لازمش ننسوه، هو انه ايضا رئيس الحكومه اليوم عمل تصريح لاحدى الاذاعات وفي الحقيقه قدم تقييم، وتقييم رئيس الحكومه في الحقيقه كان متباين الى حد ما مع بعض ما جاء البارح على لسان رئيس الجمهوريه في علاقه بموضوع الصفات، حتى في علاقه بمساله نسبه النمو اللي ما توصلش 1%، واعتبر ان ما هيش خايبه برشا. يعني انا الان بصدد نقل يعني على الاقل ما جاء، اذا حتى تقييم الوضع
في البلاد وتشخيص الوضع في البلاد، خلينا نقولوا أنه هناك نوع من التباين في قراءته مش في المعطيات الواقعية. ثم بعض الأفكار اللي انتبهت لها هو في توصيف يعني هالحكومة الجاية، في الحقيقة يبدو أن هناك لبس محكوم وتباين حتى في التوصيف. سي عبد الطيف المكي حكى على المبدأ بالنسبة لحركة النهضة وهو توسيع يعني الائتلاف الحاكم من أجل أنه يشمل يعني أكثر ما يمكن من الأحزاب والمنظمات، ويبدو أنه هذا حتى من ترويكا. يعني لما نشوفه تقييم يعني حركة النهضة لتجربة ترويكا تقول أنه كنا نتمنى أنه كان الائتلاف واسع. طبعا توسيع الائتلاف غير حكومة الوحدة، غير حكومة الوحدة الوطنية ومتطلبات الحكومة أو حكومة الوحدة الوطنية. بالنسبة للجبهة الشعبية يعني لاحظنا أنه على الأقل سواء من الكلام اللي يقول فيه توا سجلاني أو حتى التصريحات اللي أعلنها يعني النطق الرسمي السيد حمل أمامي مساء اليوم بعد اجتماع يعني المجلس المركزي، هو أكد على نقطة وهذا عودها تو سجلاني، هو أنه ما ثماش مبادرة، هناك مجموعة من الأفكار قدمها رئيس الجمهورية لكن إذا كان نقل سجلاني هو نجد أنه العناوين الكبرى للمبادرة في الحقيقة متوفرة. عندما نقول عناوين كبرى للمبادرة متوفرة أنه هناك حكومة وحدة وطنية، هناك حوار، هناك برنامج معين بشقوم حول نقاط، ربما العناوين الفرعية لهذه المبادرة تجي بالحوار انطلاقا من التشكيل. لكن المهم اليوم الأحزاب السياسية في تونس وحكومة السيد حبيب الصيد هي مدعومة من ائتلاف الحاكم، مدعومة من 4 أحزاب أيضا مدعومة من تحالف كتل في مجلس نواب الشعب. اليوم ما نلاحظه أنه هذا الدعم في الحقيقة رغم أنه الحديث على أزمة الائتلاف الحاكم يعني هذا الحديث عنده ما يقارب 3 أشهر ومع ذلك من بعد في التصريحات العلنية أحزاب الائتلاف الحاكم أكدت لا أنها راهو تنسق مع بعضها وما ثماش ولا إشكال. لكن اليوم كيف تجي المبادرة هذه وكيف نسمع كلام هذا أنه أيضا الحزام السياسي حول حكومة السيد حبيب السيد ربما كان أيضا من الأسباب في عدم قدرتها على إنجاز ما هو مقول لها. رغم نعاود قلتها قبيلة في النصف الأول زينة نعاودها توا أنه أغلب ما تقدم به السيد حبيب الصيد حتى في برنامجه في الحقيقة حظي بالأغلبية في مجلس نواب الشعب. يعني نجو اليوم من بعد هذا الشهر ولا شهرين ونقدم تقييم آخر أعتقد أنه هذا أيضا يجب يكون محل نقاش. لما نقول كلام كما هذا ما يعنيش أنه راه ضد حكومة وطنية، ما يعنيش أيضا ضد المصلحة الوطنية، رغم أنه ديما نفرق بين حكومة وطنية ومصلحة وطنية. قد نتمسك جميعنا بالمصلحة الوطنية لكن موش بالضرورة في ظل حكومة وحدة وطنية. اليوم حكومة منتخبة بعد الانتخابات بإمكان أي حكومة يكون عندها برنامجها واضح تنفذ ما متفق عليه يعني الأطراف السياسية والأطراف الاجتماعية. لا سمحني هنا باش نعطي ملاحظة، احنا من شهر فيفري واحد من الناس وخرجت في الإعلام وتكلمت منذ شهر فيفري وقلت لو فما نقص خطر راهو من بعد الأحداث اللي صارت في جانفي وبقينا نستنوا الفيفري ما شفناش فما رد فعل، قلت فما نار موجودة اليوم الرماد تحت النار تحت الرماد راهو ننتظر احتجاجات في أي وقت آخر لأن ما فماش حلول، لأن الحلول اللي اقترحها رئيس الحكومة في مجلس نواب الشعب واللي استبشرنا بها من عملية الحد من البطالة والتنمية داخل المدن الداخلية بعد أحداث القصرين بشهر قلنا راهو خرجنا وقلنا راهو ما فماش مؤشرات تقول اليوم اللي فما تحسن وراه اليوم النار تحت الرماد ويلزم ونقص خطر وقلنا ربي قدر الخير لأن كنا خايفين نوصل للسيتياسيه هذه وقلنا راهو ما عندناش مشكله شخصيه مع سي حبيب الصيد راهو نجاح سي حبيب الصيد هو نجاحنا دونك ماذا بينا هذا ينقص خطر باش هو يتحرك شويه باش ما نوصلوش للسيتياسيون كريتيك اللي وصلنا في الوقت هذا علاه ما كناش عارفين انتم وقتها الاسباب ما كناش عارفين الاصلاحات اللي تعملوا فيها الاصلاحات هذيك تبرك في الاقتصاد في معناها في المجال المالي لا في المجال لا خلينا نحسب اذا نحبوا نحاسبوا اذا نحبوا نتحاسبوا ناس خلينا نكمل لك نحكوا الاسباب كل شنو اللي وصل للسيارة خلينا نكمل لك وبعد جاوبني تاخذ كل الكلام هذا معناها انتم وقتها ما كنتمش عارفين اللي السياسه اللي تطبق خلاف الشعارات العامه خاطر الشعارات العامه معناها ما محلاكم في الشعارات اللي قدمتوها لكن في السياسه اللي تطبق انتم ما طالعين اكثر من اللي مطلعين احنا على الفساد اللي قاعد موجود واللي ضالع فيه مسؤولين اداريين ومسؤولين سياسيين ووزراء وكيفاش الامور قاعده تجرى وتعرفوا ليش قاعد يكبد في البلاد خلينا نكمل موجود من خلينا نكمل الناس كل تحكي على الفساد يا خلينا نكمل يا اخويا تفضل خلينا نكمل الكلام وما كنتمش عارفين الاصلاحات الاقتصاديه اللي تعملوا فيها اصلاحات معناها بالعكس هي معناها مضره بالاقتصاد وما كنتمش عارفين اللي التدين قاعد يبرك في معناها في الاقتصاد وما كنتمش عارفين اللي الاداره ماهيش قاعده تنفذ في المشاريع وما كنتمش عارفين الشيء هذا كله ما كنتمش عارفين تقول لي احنا وقتها نقول له معناها راهو معناها ناقص خطر وردوا بالكم وما بين احنا صاحبين الصيد نقول ناقص خطر لان البرنامج يصبر شويه عليه يصبر عليه شويه خلينا نتكلم بركه
تكلم انت تفضل اخوي تكلم باش نجاوبك عاد انت تو بسرعه خلي يشارك معنا بسرعه خلي نسمع موقف انا بودي نسمع موقف سعاد لطيف من اللي كان يحكي فيه نور الدين حول الائتلاف الحاكم لانه تفاجئنا مش تفاجئنا افاق تونس اليوم قالوا انه الحزب تفاجئ بمبادره رئيس الجمهوريه وافاق تونس من الائتلاف الحاكم فقط باش نقعدوا في الموضوع حول المبادره ردود فعل او ردود افعال الاحزاب حول المبادره افاق تونس اللي هو في الائتلاف هاوش نرجع لك سجلاني قال وانه الحزب تفاجئ بمبادره رئيس الجمهوريه رغم اللي كنت تحكي قبيله وصارت مشاورات حول الموضوع وقالوا انه المبادره مهمه للمرحله المقبله ولكن والمجلس الوطني باش يجتمع نهايه الاسبوع لاتخاذ موقف رسمي لكن قال ايضا اذا اصبحت الحكومه تحالفا بين النهضه والنداء بحجم الوزن السياسي الموجود في المجلس فانه افاق تونس غير معني بحكومه الوحده الوطنيه سعد لطيف بعض التوضيحات معنا بالنسبه لنا احنا سي نور الدين اذا تبادر لذهنك انه احنا نؤمن بمجرد توسيع الائتلاف لا انا قلت لك مؤمنين بضروره التشارك سواء كان في حده الادنى زوز او ثلاثه احزاب او في حده الاقصى وهذا الافضل ان تكون حكومه وحده وطنيه باش وقت الجهود الكلها تمشي الى استنباط الحلول. اثنين انا نقول هي مبادره لانه رئيس الجمهوريه كما قال كما بالمعنى انه فما عناوين ولا رئيس الجمهوريه كذلك ما يحبش يكون في شكل من يتجاوز صلاحيته الدستوريه، معناها يحب يكون انفيدراتور يقترح حاجه مضمون معنوي دافع الى غير ذلك. ثلاثه انا في تقديري كلام رئيس الجمهوريه فيه كلام واضح اللي هو حكومه الوحده الوطنيه وكلام خفي وخيار خفي. وقت اللي يقول يجاوب مع بعضنا هو ما سرحش بالفشل نتاع الحكومه، يقول الحكومه عملت جهود ثم اشياء وفقت فيها متوسط يعني اي ثم اشياء وفقت فيها ثم اشياء ما وفقتش فيها ما نطقش كلمه الفشل وقال عندها ظروف خدمت فيها ثم فصفات ناقص ثم كذا ثم كذا لكن يقول مشاوراتي افضت الى مقترحات كيفاش هو باش يتعامل مع المقترحات طيب سيدي نعمل حكومه وحده وطنيه نوسعوا تجي افكار جديده تجي رجالات جديده تجي كذا والا اذا كان ما تصيرش حكومه وحده وطنيه وهذا حسب رايي الخيار الخفي خليني نخدم وفق منطق الاغلبيه وعارضني انت في البرلمان فقط ما تعرضنيش في الـ في الـ في الميدان بتعطيل الانتاج وبي 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 وهذاك علاش وقال راي المعارضه في وقت الاستبداد ماهيش كيما المعارضه في وقت الديمقراطيه ولذلك كما انت تجي معايا في حكومه وحده وطنيه احدى الاسباب معناها اي اجي معايا في حكومه الوحده الوطنيه وخلينا نخدموا مع بعضنا ونتصوروا حلول مع بعضنا ونتقدموا والا خليني نخدم وفق منطق الاغلبيه وحسبني يوم الانتخابات وهذاك علاش هو طالب بتطبيق القانون وبان المعارضه تكون في البرلمان سجل عليا اللي انت مخلفني واللي انت كذا لانه اليوم الشعارات اترفعت مقاومه الفساد الارهاب التهريب اللي الى غير ذلك المشكله في تونس مش الحلول الحلول تمشي لاي فني طب يعطيك حلول تمشي لاي حزب تبعتك يعني لو كومون كيفاش الحلول هذه نعملوا لها تكنولوجيا وخيارات تبدا بخيارات سياسيه وتبدا تتقدم شوف اليوم مساله الصناديق الاجتماعيه الناس كلها متفقه للصناديق الاجتماعيه هذه قاعد وضعها يتداور باستمرار الحلول موجوده اما هذا الكيت هذا ولا الكيت هذا ولا الكيت هذا كي تجي تعمل خيار سياسي باش تختار هذا على حساب هذايا يجيك يعترض الطرف الفلاني ويعترض الطرف الفلاني وياخذ البلوكاج وترجع الحكومة إلى إجراءات ترقيعية فبالتالي احنا اليوم في تقديري في حاجة إلى خيارات تعطينا لو كومون كيفاش باش نحلوا مشاكلنا كيفاش باش نقاوموا التهريب كيفاش باش نقاوموا المديونية كيفاش كيفاش إلى غير ذلك وهذا يتم بطريقتين إما بحكومة وحدة وطنية وتكون فيها خيارات واقعية وإلا بحكومة تمشي بالأغلبية وتساعدها المعارضة بأن تلتزم المعارضة اللي ما تعطلش الإنتاج اللي ما تسكرش الطرقات إلى غير ذلك وهذا كله رويزم يتم بسرعة البلاد ما تحملش ثلاثة أشهر أو شهرين من التشكك وشكون ماشي وشكون جاي وكيفاش البلاد راهي لا تتحمل احنا نعرفوا شنو ما احنا في 2012 كي جينا باش نغيروا الحكومة يعني أعلن على تغيير الحكومة دون التصور مسبق ودون تايا بقينا ثلاثة شهور نغيروا في الحكومة كانت ثلاثة شهور من أصعب الشهور في مرحلة الترويكا نعم نرجي نعم أنا في بالي باش نتكلم تحب تعلق
قبل؟ لا هو خليني فقط تعليق سي عبد اللطيف، على الاقل يعني تقريب هذا الخطاب نسمع فيه في النهضه، لكن اليوم هو اشكال. خلينا نقول تحدثنا على توسيع الائتلاف، تحدثنا عن حكومه وطنيه، لكن ايضا هناك المفهوم الاخر اللي يتعلق بالمحاصصه، وهذا ما جاء في كلام يعني حزب افاق، ومش فقط في حزب افاق، يعني حتى بعض المراقبين شفنا بعض التحليلات والى غير ذلك، انه ربما المساله يعني تبدا تحت عنوان كبير، تبدا تحت عنوان كبير اللي هي يعني حكومة الوحدة الوطنية، لكن تنتهي بهذه المحاصصة الحزبية بين زوج أحزاب وبين ثلاثة أحزاب. يعني هذا تخوف حقيقي، احنا مانيش قاعد نسبق في الأحداث كيفاش باش تطور الأمور، لكن هذه مخاوف هذه مخاوف حقيقية، معناتها ثم شكون اللي عبر. حزب أفاق يبدو مع احترامي لهم وتقديري الخاص مازالوا مسكونين بفكرة روجت في السابق أنه ربما يتحول الائتلاف الرباعي لائتلاف ثنائي بين كذا وكذا، مجرد إشاعة، وقد يكونوا هم يتصوروا اليوم اللي مبادرة رئيس الجمهورية تمت بتنسيق مع النهضة، ولكن هو تحدث على توسيع الائتلاف إلى أكثر من ائتلاف رباعي. حاجة أخرى سأعطيك، أنا نتذكر في أول حكومة نتذكر الموقف بتاع أفاق، قال إذا ما تشاركش النهضة في الحكومة هذه احنا ما نشاركوش. وأنا أعتبر أنه الكلام اللي يقولوا فيه بعض الناس في أفاق أنه حزب عنده تمثيلية كبيرة يلزم نجبره باش ياخذ تمثيلية صغيرة في الحكومة، هذه فكرة ضد الديمقراطية، معناها ضد المنطق، لكن النهضة بينت أنها لا تفكر هكذا، هي موجودة في الحكومة الأولى والحكومة الثانية بنسبة أقل بكثير من وزنها البرلماني. لا ولكن هو سجلي، لكن هو فهم حقيقة أفاق ما في بالهمش بال، فما حد في باله، شكون اللي في باله؟ هذا رئيس الجمهوريه عمل مباشر. لا خاطر بالاخر نوضح لها، خاطر بكري قالت لي انت قلت صار تشاور، ما قلتش فما تشاور. سي معاذ السيناوي قال صار حديث مع مختلف الاطراف حول تشخيص الوضعيه، وخلص الى الحلول هذه، وخلص الحلول. الحل رئيس الجمهوريه قال هو الحل، بعد ما قعد مع الاطراف السياسيه واطراف قدم المنظمات كوضعيه تشخيص وشنو هي الاقتراحات اللي عنده. ديجا عمل الاختيار، هو قال لك ثم ناس اقترحت مؤتمر انقاذ، انا ما نعتبرش البلاد وصلت الى مرحله الانقاذ، ها وشنو نجم نستخلص من مجمل الافكار. شوف رئيس الجمهوريه خذا قرار، الشيخ راشد الغنوش اليوم في جريده المغرب قال انا ما شاورنيش، ما في باليش، كنا ما شاور حد، لا ما السيد رئيس مجلس النواب في بال، وخرج وعمل تصريح وقال اللي يلزم حكومة وحدة وطنية. باهي بما انك سمحني باش نقاطعك، بما انك حكيت على والتصريح نتاعو قبل ما رئيس الجمهورية يعدي ال هذا سامحوني باش نقاطعكم، هات نشوفوا تصريح سي محمد الناصر لانه حاضر معنا ونرجع لك تكمل. احنا في انتقال ديمقراطي في مرحلة جديدة من حياتنا، الوحدة الوطنية فهمتني ولا تتجسم بمساهمة الجميع وباتفاق الجميع وباستعداد الجميع على المساهمة، فهمتني ولا، بالمجهود اللازم وبالتضحيات الضرورية اللي يحتاجها البلاد. مستعدين احنا كأحزاب وكنقابات وكمنظمات وطنية، مستعدين باش نتخلاو شوية على مطالبنا الحيوية ونظر الحالية الوقتية، فهمتني ولا، الحزبية، فهمتني ولا، لنرتقي إلى معناها توافق حول خطة وحول قاعدة مشتركة نبني عليها مستقبل البلاد. اتحاد الشغل أظهر معناها قدرته ومكانته ووطنيته، فهمتني ولا، وساهم في بناء الدولة، وساهم حتى في المرحلة هذه المرحلة الانتقالية، وهذا الدليل على ذلك كونه أحد الحائزين على جائزة نوبل للسلام، ودائما يعبر قا. اليوم الاتحاد ربما سؤال هو أنه يكون مستعد باش يشارك في العملية اللي نتحدث فيها اليوم، أي في حوار وطني من أجل بناء مشترك لمستقبل تونس تساهم فيه كل الأطراف. سي جيلاني نرجعك، فقط نحب نذكر وأنه سي معاذ السيناوي صرح المزيك اليوم وأن المبادرة كانت نتاج مشاورات وحوارات أسبوعية متعددة مع أطياف مختلفة، أغلبية من اجتمعوا مع رئيس الجمهورية اعتبروا إقرار حكومة وحدة وطنية هو الحل الأفضل. هي صارت لقاءات رئيس الجمهورية سمع برشا الناس، لكن برشا الناس وقت اللي سمعهم ما كانش النقاش حول الحكومة، الموقف من الحكومة، شنو الحل، استمع الناس لتقييم الوضع وكل واحد شنو تصورات وشنو كيفاش يرى الوضع، كيفاش يرى الحلول الى اخره. ولكن وقت اللي
ولا الامر يتعلق بقرار في علاقه بالحكومه. نعرف النهار اللي استقبل رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس النواب خرج عمل تصريح حكى على نفس المواصفات اللي حكى عليها رئيس الجمهوريه. وتكلم رئيس مجلس النواب قال نحن كاحزاب. يعني المعنى واحد يتساءل، ثم ائتلاف رباعي من اربع احزاب اللي هم السند نتاع الحكومه، مفروض انه الاربع احزاب يكونوا تشاوروا في الموضوع. واذا كان ما يقعش التشاور معناه يجي رئيس الجمهوريه اللي هو في نهايه الامر معناها يمثل حزب معناها من الاحزاب من الرباعي، معناها كان هو معناها ثم داخل الرباعي نفسه ما ثماش الانسجام. هذا اذا ما نحكيوش على المعطيات الاخرى اللي تدور حول النقاش او معناها الخلاف اللي تنجم تقول توجد بين الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركه النهضه وبين رئيس الجمهوريه فيما يتعلق بالحكومه. بريف معناه ما مش هذا الاشكال. الاشكال هو انه احنا هاو الوضعيه وين؟ الوضعيه من ناحيه الكلام العام راهو الناس كل تنجم تلتقي فيه، لكن بعد الواقع ما يطلبش كلام عام، الواقع يطلب حوايج ملموسه. اليوم تقول لي انت نعمل حوار حول الخيارات، الجبهه الشعبيه مثلا قدمت مقترحات منذ الندوه تاع الجبهه الشعبيه في اواخر شهر ابريل 1 ماي. خذت اجراءات فيما يتعلق بالجبال، فيما يتعلق بالفساد، فيما يتعلق بالتهريب الى اخره. ركزت على بعض جوانب عندها طابع اجتماعي معناها ملح. تعرضت معناها لجوانب معناها سياسيه تتعلق بالدستور الى اخره. اليوم اذا كان باش يقع معناها نقاش وباش يقع حوار، لازم يقع على الاشياء الملموسه هذه. تقول لي انت يجي نتحاوروا اخويا، يجي نتحاوروا نتفاهموا. هذا هو الجبهه الشعبيه معنيه بالحوار والا لا المره هذه؟ الجبهة الشعبية شاركت في الحوار وديما معنية بالحوار، ولكن بالنسبة لها الحوار سامحني خاطر إذا كانت تحبوا الموضوع أنتم معاه ولا ضد الموضوع كيما هكا راهم يتناقش. مش معاه ولا ضد لأنه حكيت معانا معناتها في حلقة سابقة وقلت بما معناه هو أنه مع مقترحاتكم لم يتم الأخذ بها فنحن ننسحب. يعني في حال دعيتم للحوار وللمشاركه في الحكومه هذه، انتم معنيين بالمشاركه مع الاخذ مقترحاتكم، ولا اذا كان لقيتوا الارضيه ولقيتوا البرنامج المناسب انتم باش تشاركوا؟ احنا يعني تحطوا شرط اقتراحاتكم وانه يقع قبولها ولا لا؟ لا 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 مش هذا الشرط. احنا الشرط نحطوه انه اذا كان ثم حوار، مش حوار نتاع معناها توجهات كبرى وحوار نتاع اولويات، مش هذا. خاطر في الاولويات وفي معناها القضايا الكبرى نجم الناس كل على مستوى الخطاب، الناس كل كيف كيف، الناس كل تتكلم على تحب الوطن وتموت على الوطن وتحب معناها تموت على الشعب وتحب الشعب، ولكن في الواقع معناها احيانا تمارس معناها في سياسه مدمره لحياه الشعب، مش هذه القضيه. لازم نشوفوا بالملموس اليوم شنو المطلوب من الناحيه الاقتصاديه، شنو المطلوب الدوله اليوم معناها سياسه التدين بركت البلاد، والعام الجاي في الميزانية 2017 تو نشوفوا ايش باش تكون نسبة معناها واحد خلاص الديون قداش باش تكون. الجبهة الشعبية عفوا باش تقدم مقترحات تدخل بها للحوار هذا إذا صار حوار أو مشاورات. يلزم الحوار هذا نأطروه ساعة قبل كل شيء. الحوار هذا شنو باش يقوم به؟ باش يقوم به رئيس الحكومة اللي هو باش يتحول من نهار الاثنين بعد لقاه مع رئيس الجمهورية باش تحول عبارة على حكومة تصريف أعمال. شكون باش يشرف على الحوار هذا؟ مازلنا ما نعرفوش احنا، خاطر رئيس الجمهوريه كان واضح ممكن يواصل حبيب السيد. ثانيا باش يقوم به رئيس الجمهوريه. ثالثا باش يقوم به رئيس الجمهوريه في شكل مشاورات ثنائيه. باش يقوم به في شكل حوار معناها جماعي بين مختلف الاطراف. باش يكون عنده اجال، باش يكون معناها مأطر معناها حول اي قضايا باش يجرى الحوار هذا. معناها اذا كان معناها باش يحبوا ناكلوا الهف، ناكلوا سامحني سامحني نسمعوا اراء الجزء. اذا كان باش نجيو ناكلوا الشعب بالهف، نحن نحبوا تونس ونحبوا المصلحه الوطنيه وحكومه وحده وطنيه ونرجعوا كما كنا في الستينات وفي الخمسينات وكذا وكل الامور هذيك، ومن واحد ويجي اخويا نتحاوروا، نحن لازم نحبوا نتحاوروا فاتحين يدينا لبعضنا وكذا. الكلام هذا ما عادش يوكل الخبز، هذا عشنا به قبل وعشنا به عام واربع شهور ووصلنا معناها الى مأزق حقيقي. اليوم خلينا نتفقوا بصوره ملموسه شنو نحبوا. اذا كان بالخيارات، اذا كان باش نحبوا توسعوا، شوف باش تبدا الامور واضحه. اذا كان السيد الباجي قايد السبسي يحب يوسع قاعده الحكومه
بالآليات نتاعهم هما، أنقذونا بالآليات نتاعنا، أنقذوا الرباع الحاكم بالآليات نتاع الرباع الحاكم، راهو الحوار هذا ما عنده من شادي مضيع الوقت ومعناها وضحك على الذقون، وفي الاخر باش نلقاو روحنا في نفس الوضعيه. سي عبد اللطيف، اش قالك في الكلام اللي كاينكم فيه؟ وبعده سي صوفيا. كما ذكرت انا بالنسبه لي اعتقد انه نبداو ساعه بالحوار، كيفاش تراو شكون باش يقود الحوار، الاليات نتاعو كيفاش تراو تنظيم يعني ما تجسيم المبادره هذه؟ ما نجمش نتنبا، ولكن المنطق يقول انه الذي سيشكل هذه الحكومه حكومه الوحده او حكومه اغلبيه يكلف ويشوف يلسونت، معناها الرئيس اللي باش يشكل الحكومه. لا قبل تشكيل الحكومه، قبل ما نحكيو على تشكيل الحكومه راح نحكيو على مقترح، شكون اللي باش يلم الاحزاب، شكون اللي باش يعمل المشاورات، نحكيو على مقترح كيفاش باش يقع تجسيمه على ارض الواقع. هذه مشكله، هو في الاصل انه ربما الحزب اللي 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 منتظر منه دستوريا باش يكلف رئيس الحكومه او يرشح هو اللي يرشح الرئيس الحكومه سواء كان السيسيد او غيره، وهذا يتطلب يعني مشاورات الى غير ذلك، وهو رئيس الحكومه هو اللي ينطلق في هذه المشاورات بتاتر مع دي اسيستون من الاحزاب اللي موافقه دوفيس باش تدخل في المبادره دي. بعد جوله اولى من المشاورات يشوف اسكو فعلا ثم فرصه لحكومه وحده وطنيه ولا باش تكون يعني حكومه اغلبيه، رغم اللي انا ما نحبش يعني نستبق الاحداث، لكن هذا اسلم شيء ما يكون مراعي للاصول الدستوريه ولل للجدوى معناها السياسيه في هذا الموضوع. مشاورات لتشكيل الحكومه هنا ماهيش مشاورات لحوار حول مساله الحكومه الوحده، وكان مشاورات باش يشكل الحكومه انا طبعا هو يريد ان يشكل حكومه وحده وطنيه، هذا الهدف الافضل، هذا الهدف الافضل، لكن اذا كان في حصيله المشاورات ما لقاش الاستعدادات، القى صعوبات، القى الى غير ذلك، لابد ان تشكل يعني حكومه، لانك انت اليوم مبادره رئيس الجمهوريه معناها في النهايه ستفضي الى تغيير على مستوى الحكومه. فهمني؟ ستفضي الى تغيير على مستوى الحكومه، مش تبقى كيك، السؤال صحيح معناها اطلق. فلابد من تحديد الطريقه اللي باش يصير بها الحوار والتسريع يعني بالوقت باش البلاد ما تبقاش في فتره انتظاريه معناها صعيبه ياسر. سي صوفيا قبل من انا والله مش نحكي على كلام اللي قالوا جيلاني، انا جيلاني اللي يحب يبقى ديما يحكي بنفس اللونجاج، حتى ديما نحكوا باللغه نتاع انسان راني انا ما يعجبني شيء وما دونك مش نرجع للموضوع هذا، خلينا نحكي ديريكت. ليه هو موقف يعبر عليه ولا نفس يعبر على ديما نفس اللغه الخشبيه واللغه الموقف، نحاولوا نكونوا متفائلين، ما فماش حتى لغه نتاع تاع كلمه عجبني ما جبتها الجمله، لا عجبني لو جيش هذا وشبقوا شبقوا اللغه، هو فما مش انا قلت شوف قلت خلينا نكونوا واضحين مع بعض، ما تتجوزش انا مش تقول لك تزلق حاجه وبعد جاي نجاوب، انت قلت ما فماش نربحوا الوقت اللي مازال في الحصه عايش، خلينا احنا نكونوا واضحين، راهي الوحده الوطنيه كان وحدة وطنية بالكلام العام، رانا تو بعد عام نجو نقولوا لازمنا وحدة وطنية جديدة، وكان بالوضوح كان بالوضوح كما قالت لك نشارك ونعطي رأي، كان بالوضوح النقاط اللي حاجتي بهم نوفرهم وهاو كذا، المشاركة تصير حتى في الحوار، نبدأ بالحوار وما عجبنيش أنا نخرج للشعب ونقول أنا شاركت وهو أعطيت رأيي لكن أنا ما فماش، لكن مبدأ المشاركة يلزم يكون إذا الناس تحب تحط يدين بعضها مبدأ المشاركة يلزم يتوفر بنية حسنة، ما نقولش من الأول راني نعرف إيش باش يصير وباش يسكر وكذا وكيفاش باش نعمل، إحنا مش نناقشوا في نشارك ولا ما نشاركوش في الحوار، لا أنت حطيت إحنا نية ديريكت، لا راني نعرف إيش باش يصير، إحنا نناقشوا في مقومات هالحكومة نتاع الوحدة الوطنية شنو مقوماتها اليوم؟ مش نناقشوا باش نتحاوروا كذا، خلينا نكملوا الكيفيه، خلينا نكمل الفكره يا عايش، الكيفيه كما كان يحكي زميلنا تو دستوريا معناها يقول لك الحزب الفائز في الانتخابات ويقترح رئيس الحكومه، ساعه اولا باش نشوفوا ساعه على مستوى الحواري هل ترى صاحبي السيدي واصل ولا باش نشوفوا شخصيه اخرى تكون هي مسؤوله اليوم على حكم يعني ما تمش الاتفاق عليه هذا كله، مازال هذه فكره البارح وقع الاطلاق نتاعها، بالطبيعه نستنوا في راي، فما احزاب ترجع المؤسسات نتاعها وتعمل اجتماعات وتخرج بقرار ببيان وبقرار، وقتها باش يتشكل لقاء ناقشوا امكانيه تعيين هل ترى السي حبيب السيد باش يكون رجل للمرحله القادمه والا نشوفوا شكون نتفقوا، كان فما شكون كان فما شكون، بالطبيعه زاد بتصير مشاورات، اذا اليوم نحب نشارك الناس الكل، الحزب المسؤول دستوريا باش يتوافق ويشارك مع الناس الكل في حوار حول الشخصيه اللي باش تقود، اون فوا اتفقت العباد على الشخصيه اللي باش تقود يلزم الاطراف اللي باش تشارك الكل تحط برنامج، لانه هو باش يكون مسؤول على تنفيذ هذا البرنامج، وبالطبيعه اذا وقع الاتفاق على البرنامج الشخصيه هذه هو اللي باش يكون يقوم بالاتكاء
نكمل الاتصالات مع الاحزاب والمنظمات اللي بتشارك في قائمه اعداد قائمه اعضاء الحكومه اللي باش يلتزموا بالبرنامج اللي وقع الاتفاق عليه. هذا الواضح واللي دستوري كيفاش لازم يصير في اطار توافق وحوار كبير. وحتى بيان اليوم نتاع الهيئه السياسيه نتاع حركه نداء تونس كان واضح، كان ندعو فيه كل القوى الوطنيه للدخول في حكايه الحوار هذا حتى تكون المبادره هذه معناها حتى تنجح الحكومة الوحدة الوطنية بإنقاذ البلاد، نحلوا حوار شامل مع كل الأطراف الوطنية في البلاد. باهي، قبل ما نختم هوبش نجيك نور الدين، فقط بداية الأسبوع هذا كانت أليمة بالنسبة للأسرة الإعلامية بفقدان نقيبة سابقة للصحفيين نجيبة حمروني. أسرة في أسبوع حبت تقدم تقرير لمسة وفاء لروح نقيبة الصحفيين أعدته زميلتنا سيرين بن قاسم. نرجعوا باش ناخذوا كلمة الختام مع ضيوفنا الكرام. هي لبوة شرسة اللي دافعت على حرية الصحافة وحرية التعبير. هي لبوة الصحافة التونسية اللي دافعت على المهنة وعلى الصحفيين. هي المرأة اللي قالت لا للاستبداد ولا للديكتاتورية. هي نجيبة الحمروني النقيبة السابقة للصحفيين التونسيين. مرأة فقدها الوسط الإعلامي نهار الأحد 29 ماي بعد صراع طويل مع المرض. خبرها هز قطاع الصحافة وخلى الناس الكل تكون حاضرة لتوديع نجيبة. نجيبة الحمروني ترأست نقابة الصحفيين بعد ثورة 2011 وكان عندها إسهامات كبيرة في المجال الإعلامي، وين ما ادخرتش حتى جهد للدفاع على حرية الإعلام وعلى استقلالية الصحافة. تحصلت في 2013 على جائزة أكاديمية لحرية الصحافة نظراً لشجاعتها ودفاعها المستمر على الصحفيين التونسيين وعلى ظروف عملهم. هي أحد رموز قطاع الصحافة ورمز للمرأة التونسية الأصيلة وللشباب المتقد حماس. حملت الطرد والمضايقات والملاحقات الأمنية في العهد البائد، وهذا مش غريب على إنسانة لعبت دور بارز سواء في مسار إصلاح الإعلام وإلا في قيادة النقابة في فترة انتقالية حساسة خاض خلالها الصحفيين زوز إضرابات عامة غير مسبوقة وطنيا وعربيا من أجل صحافة حرة. نجيب الحمروني اليوم مش معانا، لكنها خليت بصمة واضحة في مسيرتها الحافلة بالنضال من خلال مواقفها، وين جعلت من استقلالية الصحافة والصحفي ومقاومة المال الفاسد في الإعلام قضايا محورية في حياتها، وما منعتهاش وطأة المرض حتى في أحلك فترات أزماتها الصحية من الإصداح بمواقفها الجريئة تجاه القضايا هذه. واليوم من نجم نقولوا كان وداعا نجيبة. إذن ربي يرحمها نجيبة الحمرون، والأكيد وأن رسالتها باش تكون باش تتواصل، وكل الإعلاميين حريصين وأنهم يواصلوا رسالة نجيبة الحمروني. نور الدين، شنو نجم نقول؟ نعم، هو بالحقيقة اللي لاحظته في الجدل بين سي جيلاني وسي فياني يؤكد أنه العناوين بتاع المبادرة على الأقل حتى الفرعية وكذا ما زالت ماهيش واضحة، ذاك عليه صار نوعية الجدل هذا. صحيح أنه هناك عناوين كبرى يعني على الأقل واضحة، لكن اي مبادره يعني حتى تكون دقيقه وحتى الناس تقدم فيها اكثر من المفروض انه العناوين الفرعيه نتاعها تكون اوضح. الى حد الان احنا ما عندناش هذا، عندنا العناوين الكبرى لهذه المبادره، وربما حتى كيف كنا نحكوا في الجزء الاول كنا نحكوا على اساس انه المرحله القادمه في الحقيقه ستكون مرحله حوار حول هذه المبادره، مش باش ندخلوا مباشره في اختيار الشخصيه اللي باش يكون لنا بعد شكل الحكومه ومن بعد نص حكومه الحوارات. احنا ما زلنا في مرحله حول هذه المبادره معاها ولا ضدها، وحتى الاحزاب السياسيه ولا بعض المنظمات الوطنيه في الحقيقه بصدد الاجتماع من اجل بلوره موقف من هذه المبادره في حداتها. بعدين نجي مرحله اخرى، وهنا ربما يجي الخوف الحقيقي من انه المده ربما انه الطول. اليوم عدد الاحزاب اللي ممكن معنيه بهذا الموضوع ماهوش شويه، ماهوش فقط الاربع بتاعتي في حاكم في ظل هذه التباينات الموجوده، وايضا المنظمات الوطنيه. هذه نقطه. النقطه الاخرى اعتقد في نهايه الامر انه خلينا نقول انا نحب ديما ان نكونوا متفائلين. هناك اليوم اتفاق حول طبيعه هذه الازمه، حول ايضا الاشكالات الحقيقيه اللي موجوده، لكن في نفس الوقت لابد من تجاوز منطق الشعارات، وهذا مهم جدا. لما نقول الشعارات مش معناها سلبي، لابد من تجاوز مع الشعارات، والمهم اليوم هو ايجاد الاليات الملموسه لايجاد الحلول للاشكالات الملموسه. بما انك حكيت على الاحزاب، خلينا نقول انه المبادره مثلا يقول وانه يؤكد توافقه مع ما جاء
في المقترح ويعتبروا مخرج وجيه لحل حالة الأوضاع حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته في إنقاذ البلاد. المنسق العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق يقول المبادرة كانت منتظرة ويحيي جرأة رئيس الجمهورية ويقول أنه البلاد في حاجة لقيادة حقيقية في الحكم. حركة تونس على لسان الأمين العام عدين منصر يقول مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية مغامرة غير محسوبة العواقب ورئيس الجمهورية لم يستشر أحدا ولم يراعي خصوصية النظام السياسي. هذه مجمل تقريبا المواقف اللي صدرت على الأحزاب السياسية. في انتظار سعد لطيف غدوة موقفكم الرسمي بعد اجتماع مجلس الشورى يظهر. لا بعد المكتب التنفيذي اللي أنا كنت فيه وخرجت خليته لمجلس الشورى ربما المكتب التنفيذي ما قبل بتبرع في بالي ما زالت هذا مكتب تصريف تصريف عمل مكتب تصريف عمل هذا ثاني مكتب تصريف عمل ما نجمش مش كتفوا دينا. غدوة عندكم اجتماع غدوة عندنا اجتماع ربما يتطرق على من ناحية الإعلامية لكن وقدر أنه القضية ينجم المكتب التنفيذي يقرر فيها. أنا نقول ربما أنه راه تغيير حكومي سيكون إما في حد الأدنى تغيير بعض الوزراء كما قال رئيس الجمهورية أنه ثم يعني تقييم لأداء بعض وزراء ثم طلبات في مخصوص الموضوع أو في حده الأقصى أنه حكومة وحدة وطنية فعلا فريقا وبرنامج. وبالتالي ما نقولوش أنه بعد مبادرة دي حتى شيء ما صار علينا نربح الوقت يعني فما تغيير في الأفق باش يكون موجود في كلتا الحالتين. هو كان منتظر يعني ما كان منتظر كما قلت لك إما في حد الأدنى يعني جزي بعض الوزراء ولا إن شاء الله حكومة وحدة وطنية وتكون تمثل اختراق لأنه سمعنا برشا كلام على حكومة وحدة وطنية. إن شاء الله المرة دي ربما ننجح في حكومة وحدة وطنية تتخذ خيارات لأن نقول حكومة وحدة وطنية أو أغلبية راهو لابد من خيارات ثم شوانت يلزمها تتحل ثم خيارات يلزمها تتعمل ثم شكون باش يعرض عليها وثم شكون باش يعرضها. من وقت نقولوا إصلاح راهو ثم ناس باش ترضى وناس ماهيش باش ترضى نتحاسبوا نهار الانتخابات نتحاسبوا عبر الإعلام نتحاسبوا إلى حد الآن الدوران هذا حول الموضوع مجرد إجراءات شبه تصريف أعمال ماهوش قاعد يربح في البلاد. طيب حركة النهضة باش تمسك بالحبيب السيد على رأس الحكومة القادمة؟ نحن إلى حد الآن متمسكين به وسنسمع أطروحات الآخرين يعني وإحنا مانيش الحزب اللي مطالب دستوريا باش هو يرشح رئيس الحكومة. سي صوفي احنا في الختام نحب ندعو كل الأطراف لتغليب المصلحة الوطنية والعليا والعمل أيضا على وضع أرضية مشتركة. اليوم الناس كل شفنا نفس الأولويات الموجودة تبقينا لازم تكون في برامج عمل يقع على اتفاق عليها من الناس الكل. احنا الشعب التونسي يستنى اليوم في البرامج العمل الذي اللي عنده أولويات اليوم لازم توفر للشعب التونسي وهذا إن شاء الله تكون المبادرة هذه تنجح وتمنع البلاد نتاعنا وكم سيجيلي. شوف احنا اول حاجه ما ثم حتى تناقض ما بين التفاؤل وما بين الاقرار بصعوبه الوضع. احنا الوضع في تونس نعتبره وضع خطير ونعتبره بالمجد وضع خطير مش كما قدم سي الباجي وبالمجد راهو وضع بالحق ما يعجبش وهذا معناه فما علاش الناس تقول ما شيء هذا ما مش عجبني. لا استعملتها تو في بلاصتها فما علاش نقولوا راهو الوضع ما يعجبش وبالمجد معناها كان مفروض الحكومة تبدلت من زمان وإذا ما تبدلتش قبل أنا الأوان باش الحكومة هذه تبدل. موزيد سمحني لنا نقص عليك مش كل حكومة باش تقعد شهرين ثلاثة وقوموا مبدلوا ما نعطيوها وقتها باش تخدم وقت اللي نراو أنه فماش نتائج ربما وإذا مش احنا باش نطيب على سياسة الحبيب السيد ما بدلش مبدل مبدل ما خدم عوايم أقل من عوايم مبدل الحكومة ما غيرها الحكومه يعني مش مع كل ازمه باش نقوموا نبدلوا لا معناتها نقول لك لازم تبدل تقول لي ما نقعدوش نبدلوا ونقول لك حبيب السيد الحبيب السيد راهو بدل سي الحبيب السيد بدل راه اما كان وقتها كان مفروض مش التبديل هذاك اللي يقع خاطر النسخه الاولى نتاع حكومه الحبيب السيد خير من النسخه الثانيه مفروض وقت صار تبديل وقتها صار تبديل حقيقي. شو معنى تبديل حقيقي؟ احنا مع انه اليوم الحكومه اللي لازمها تجي باش نجم تنقذ البلاد خاطر البلاد في وضع خطير بالمجد نحن في حاجه الى انقاذ تونس. حكومه عندها برنامج نتاع انقاذ نجم تنقذ في اجراءات اقتصاديه اجتماعيه سياسيه امنيه تخرج البلاد من واقع الازمه تحط البلاد على سكه النهوض انه يكون هذا مسبوق بحوار وكذا مش هذه القضيه. نحن ما عندناش اشكال نحن الجبهه الشعبيه ما عندها
حتى معناها عقدة من الحوار، بل بالعكس الجبهة الشعبية تدعو الحوار وتشارك في الحوار وتناقش في الحوار وتدافع على وجهة نظر نتاعها، ولكن نحبوه حوار، ما نحبوش الحوار نتاع ثرثرة، ما نحبوش الحوار نتاع معناها شعارات عامة. اليوم راهو إذا كان مش نضيع الوقت في الشعارات العامة في الحديث العام رانا مانيش نوصلوا حل. احنا اللي طالبينه هو يلزم حوار، إذا كان ضروري لذلك نعملوا الحوار واضح حول برنامج انقاذ تونس للاطراف المعنيه اللي تنجم تنقذ البلاد. اما اذا كان مش نوسعه فقط قاعدت معناها الائتلاف الحاكم شو نوسعوا له شويه قاعدته باش تبقوا في نفس الخيارات راهو واضح. نور الدين نختم معك، نختم معك الحسن نور الدين. يعني كلمه اخيره، هو في الحقيقه نتمنى ان وجود الاليات الخروج من ازمه البلاد سواء في ظل حكومه وحده وطنيه او في ظل حكومه اخرى، توسيع الائتلاف او تحوير حكومي لغير ذلك، لانه اليوم الاساس واللي يهم المواطنين في الحقيقه يهم الدرجه الاولى ايجاد مخارج لهذه الازمه الاقتصاديه وايجاد مخارج لهذه الازمه الاجتماعيه. الحكومه اللي باش تجي قطع النظر على توصيفها، قطع النظر على طبيعتها، اعتقد المهم المطلوب منها هو ايجاد مخارج للهزمه هذه. نعم، شكرا لك. اذا شكرا لك سي سفيان طوبال رئيس كتله نادي تونس على حضورك معنا، شكرا لك سي عبد اللطيف المكي القيادي بحركه النهضه على حضورك معنا، شكرا لك سي جيلاني الهمامي ناطق رسمي باسم حزب العمال على الحضور. نور الدين نتقابلوا ان شاء الله الاسبوع القادم في رمضان في اسبوع متواصله في سهرة الجمعة، ولكن بعد المسلسل التونسي لوردة وكتاب اللي كنا حكينا عليه نتقابلوا إن شاء الله. وما بقى لي كام شو نقول لكم، إن شاء الله رمضانكم مبروك الناس الكل، مع تمنيات بالتوفيق لأبنائنا اللي عاديوا في الباك واللي مازال لهم نهارين أعتقد ولا ثلاثة باش يعديهم، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق، ونتقابلوا إن شاء الله الأسبوع القادم. تصبحوا على خير.